بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. وعندما يتحدث المعلم يصمت الجميع. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابة. عندما يتحدث المعلم يصمت الجميع، وعندما تحين لحظة استجلاء الحقيقة فلينتبه الجميع، لأنه الحقيقة ملك كتابة من بدايته 2008 ودايما وأبدا الثابت المستقر بتاعه أنه بيبحث عن الحقيقة، أنه بيدافع عن حقوق النادي الأهلي، أنه بيدافع عن قيم الرياضة عامة اللي من أهمها لحمة الجماهير المصرية وعلاقة الجماهير مع بعضها. دايما ملك كتابة حريص على الجزئية دي، حتى ما يتعلق بأي محاولات لتجدير علاقات الجماهير مع بعضها دايما وابدا كنا حريصين بالصوت والصوره بالوثيقه والمستند ان احنا نقول للناس الحقيقه ايه، علشان لا اهلاوي يزعل من زملكاوي ولا زملكاوي يشيل في نفسه من اهلاوي، للطرفين ولكل الاطراف بنقول لهم الحقيقه اهي. الثابت ان احنا لم نتجاوز في حق احد. ثابت ايضا كم تغاضينا عن اساءات شخصيه في ترفع وسمو. ولكن عندما يصيب هذا الرذاذ الطائش الأهلي نفسه وكيانه وتاريخه والمصداقية والحقيقة، لا يمكن أن يكون الصمت هو الجواب، لا يمكن. فإحنا بنوعد أنفسنا قبل أن نعد أحد، نحن سوف نتصدى وبمنتهى القوة لهذا الشذوذ في التصرف وفي الألفاظ وفي المعاني وفي في التوجه وفي إقحام من لا شأن لهم في الشأن الأهلاوي. لن نصمت بعد الآن، لن نصمت بعد الآن، ده تأكيدا لحقيقة واضحة جدا. كل واحد بيغلط يشيل شيلته، زمن السكوت انتهى. بس كمان لو لا في مرة هتلاقوا في تجاوز، لحتلاقوا مرة في حياد أو انحراف عن المسار الرياضي السليم ولا على الخطوط المهنية التي نعيها جيدا ونحرص عليها دائما. احنا لن نكون أبدا الطرف البادئ، لكن مش هنسيب صوت عالي بدون ما يتقاله إلزم حدودك في علاقة كويسة، على الرحب والسعة في ترحيب، في دعم، في مؤازرة، في مساندة، في بالطبع احترام متبادل. في حاجة غير كده تقابلها حاجات أيضا غير كده، مؤكد، لأن احنا لم نستغل أبدا ساعات هذا البرنامج في الحديث عن الآخرين. لم يحدث على مدى الثمان سنوات أو التسع سنوات الماضية أن احنا تفرغنا للحديث عن أطراف أخرى، دائما معنيين بشأن الأهلاوي. فتكتشف أن بمجرد ما استطاع بعض هذه الأطراف أنه يشتروا منابر، أن ما بيتكلموش على نفسهم، ما بيعملوش حاجة غير يتكلموا على الأهلي ويتجاوزوا في حق الأهلي ويتطاولوا في حق على الأهلي ويشوهوا تاريخه ويبقوا قاعدين في حلقة فرحانين قوي باللي بيسقفوا لهم لأنهم شتمين، لعانين، سبابين، كذابين. لا يمكن أن يسمح بهذا. إحنا دلوقتي الرياضة ليها أهداف، واحنا معنيين بتحقيق هذه الاهداف، ولكن من ضمن الاهداف ان تناضل من اجل الحقيقه ولا صحيح. تسمح بالتجاوز، ولكن لا تبدا بالتعدي وما تكذبش. مش هنعمل زي غيرنا، حدش هيستدرجنا لاسلوبه، لان احنا هنخسر نفسنا واحنا مش عايزين نخسر نفسنا. عشان كده حلقه النهارده حلقه كاشفه، كاسفه، وكاسفه اكتر كمان، لأنه بقدر ما فيها من إظهار لحقائق كتيرة بالصوت والصورة هي بالفعل كاشفة كاسفة. فيها خمسة عناوين أو ستة عناوين رئيسية، هذا أبرز ما فيها. سموحة، أولى الخطوات، ألف مبروك يا أهلي، فيتا وظهور الصفقات الجديدة، وما ضاع حق وراءه الأهلي. ابن الأصول
واخيرا بعظمه لسانه. بكره ان شاء الله او يوم السبت باذن الله الاهلي بيستهل مشواره في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات في مواجهه فيتا كلوب الكونغولي مساء في استاد الجيش في برج العرب يا باشمهندس، ومباراه لاشراك العناصر الجديده. يمكن الاهلي سجل افريقيا 3 لعيبه حتى الان من ضمن السبعه المتاحين، سجل حسين الشحات وسجل رمضان صبحي وسجل ياسر ابراهيم في تدعيم مباشر لكل خطوط الفريق في هذا المعترك الافريقي يا باشمهندس. الترقب لدى الجماهير المره دي مش بس على النتيجه ومش بس على ان دي ضربه البدايه، ولكن ايضا لانها الظهور للعيبه اشتاقوا واشتقنا معهم يعني نشوفهم بيلعبوا بالفانيلا الحمراء ومدى تاثيرهم. مش متوقعين الانسجام يكون موجود من اول يوم، لكن متوقعين نشوف حماس ونشوف اخلاص ونشوف بذل غايه الجهد غدا باذن الله. وعشان اهميه المباراه وتقديرا من النادي الاهلي لجمهوره، اعتقد السعر اللي تم سعر الرمز اللي تم طرح التذاكر الموحده في كل مدرجات الاستاد بيها 10 جنيه فقط للتذكره، ده كان سعر رمزي جدا تقريبا مش موجود حتى في المباراه. لم يحدث بقاله كام سنه. صحيح. سعر ال 10 جنيه فقط ده جاي او نابع من تقدير النادي الاهلي لدور جمهوره وايضا لحاجة النادي الأهلي لوجود جماهيره معاه في هذه الظروف وهذه المناسبة. تقدير الأهلي لجمهوره، محاولة التخفيف عن أعباء هذه الجماهير وتسهيل فرص حضورها لمشاهدة لاعبيها ونجومها الجدد ودعم فريقها مع بداية المشوار الأفريقي، تسهيلات كبيرة جدا ليس منها فقط سعر التذكرة الموحد البسيط والرمزي، لكن المؤكد أنه فيه تسهيلات كثيرة لدخول الجماهير. معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. يا سياده العميد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، ازيك؟ صح يا فندم. تحياتي وتحيات المهندس عادل. الله يخلي سعادتك يا فندم، ربنا يخليك. طمنا، ايه الاخبار في الترتيبات الاول لدخول المباراه واسعار التذاكر ومجريات سيرها؟ لا الحمد لله في اقبال الحمد لله من الجماهير، وانت عارف طبعا الظروف صعبه، الجو برد جدا. صحيح. جدا يعني احنا بنشفق على الجماهير وبنشفق على رجال الامن ومديريه امن اسكندريه، واحنا حاولنا ان احنا فعلا بعتنا الاتحاد الافريقي الميعاد المباراه كان جهاز الكوره بقياده كابتن سيد عبد الحفيظ، كنا طلبنا المباراه الساعه 6، ولكن الاتحاد الافريقي طبعا هو اللي بيحدد المباراه نتيجه يعني طبقا للبرنامج الاعلامي والاعلاني بتاعه عشان خاطر القنوات الناقله والشركات الراعيه. وطبعا للاسف الميعاد الساعه 9، بس ان شاء الله بقصده باذن الله باذن الله احنا واثقين في جماهيرنا واداره المباريات بعد العرض على رئيس النادي ومجلس اداره النادي الاهلي وافقوا على ان يكون التذكره ب 10 جنيه دعما لجمهور النادي الاهلي. وطبعا احنا لاقيين فيه الحمد لله اقبال بالنسبه للمباريات الصافه وظروف الامتحانات. طبعا انت عارف ان في امتحانات نصف السنه اللي شغاله اللي فضلت الجامعه والمدارس، ولكن الحمد لله في اقبال كويس واحنا متابعين كويس، وبالفعل جمهورنا ابتدى يستلم التذاكر على مستوى فروع فوري، وكان في مشاكل احنا بنحلها ومتواصلين معاهم مع المهندس كمال محسن المسؤول عن البرنامج الاي تي بتاعنا، مسؤول بيتابع معانا على طول بصفه مستمره. كان في حتى مشكله اقربها وانا بطمن كل الجماهير في منفذ فوري في حدايا الحلوان وبطمنهم التذاكر هتوصل، كان عندهم مشكله فوري وبلغونا ان التذاكر هتوصل. واحنا ان شاء الله طبعا برضو فاتحين منفذ في اسكندريه، يمكن تذاكر النهارده نفذت فيه، فبكره ان شاء الله باذن الله بطمنهم برضو ما في تذاكر موجوده، والمنفذ شغال في اسكندريه من الساعه 10 صباحا لغايه نفاذ التذاكر. فانا يعني بنطمن الناس الحمد لله في اقبال من الجماهير. المنفذ فين في اسكندريه تحديدا يا سياده العميد؟ استاد اسكندريه. في استاد الاسكندريه. تمام. تمام. واحنا طبعا تحديد المباراه بتاعت استاد برج العرب كان اختيار للجهاز الفني عشان خاطر بعض مباراه سموحه بدل ما الفريق يبقى رايح وجاي عشان في اجهاد على اللعيبه ويكون في معسكر للفرقه، فهم اختاروا برج العرب، وان شاء الله باذن الله الامور ماشيه على مرام يعني وهتبقى كويس وربنا يسهل باذن الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب اقبال ملحوظ من الجماهير، يبقى الاقبال من الاعضاء. اعتقد من الموضوعات المهمه جدا اللي على المائده دلوقتي عندك العضويات الجديده في مقرات النادي المختلفه، لانه برضو ده جزء لا ينفصل عن طموحات النادي الاهلي وترتيباته.
ده طبعا برضه من المواضيع المهمه جدا في لجنه العضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم القفراوي والاستاذ طارق قنديل، دول عاملين مجهود بصراحه يعني يشكر عليه، وكان رئيس النادي وجه لهم الشكر على المجهود اللي بذل خلال الفتره اللي فاتت والاقبال على العضويات. واحنا برضه خلي بال حضرتك احنا في الجمعيه العموميه الاخيره اعتمدنا الاسعار الجديده لعضويه النادي الاهلي، العضويه العامله اللي من حق العضو الدخول في الاربع فروع ان شاء الله، الفرع الرابع التجمع الخامس وده الفرع المهم بالنسبه لنا وبالنسبه لمجلس الاداره. فالعضويه هتبقى دلوقتي لغايه 1/2 350,000، هتغلى ان شاء الله باذن الله من 1/2 بسعر طبقا لقرار الجمعيه العموميه هتبقى 500,000 جنيه، واحنا منتظرين. وفي يعني اعضاء كتير، يعني في من رغب في الاشتراك في عضويه النادي الاهلي في ويتنج ليست كتير موجوده، واحنا بنقول لهم وبنطمنهم انت هتتحاسب وهتعامل طبقا لوقت تقديم طلب العضويه لغايه 1/2 لان آه. طبعا زي ما حضرتك عارف يعني حوالي اسبوعين اهو 20 يوم تقريبا، وبعد كده العضويه هتبقى نص مليون جنيه مش كده؟ اللي بيقدم بس خلال الاسبوعين دول بيحتفظ بحقه على السعر اللي هو 350,000 جنيه خلال الاسبوعين، يعني عشان برضه الناس تبقى مطمنه لان هو انت بتيجي تقدم النهارده الطلب في اداره الاشتراكات او في اداره النادي بتاخد ميعاد للمقابله مع لجنه شؤون العضويه، الانترفيو اللي بيتعامل فيه اللي بيبقى فيه موافقه او عدم موافقه، ولكن انت حقق في الثمن او السعر اللي لعضويه النادي الاهلي وقت ما انت قدمت فيها طلب الالتحاق. العبره بتاريخ الطلب. اي تمام يا فندم، العبره بتاريخ الطلب. فهو زي ما احنا بنقول هو العضويه العامله 350,000 حتى 1/2، عقد 1/2 ان شاء الله هتبقى 500,000 جنيه، العضويه الاشتراك في طلع الشيخ زايد 125,000، 1/2 هتبقى 175,000، العضويه في التجمع الخامس 200,000 وبرده نفس القصه، يعني بس دي عندنا فرصه شويه لان طبعا الشيخ زايد ده لسه تحت الانشاء، والمفروض باذن الله خلال ال 24 شهر يعني خلال عامين ان شاء الله باذن الله يكون المرحله الاولى بتاعت التجمع تغيير السعر ان شاء الله. التجمع هتبدا تغيير السعر ان شاء الله باذن الله فرع التجمع، وده اللي مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بذل مجهود جامد جدا. كان عندنا مشكلات في الارض وكان رئيس النادي توجه لرئاسه مجلس الوزراء وفعلا اخذنا موافقه بتغيير في الاحداثيات مع الحفاظ على المساحه 50 فدان مع الحفاظ على الموقع المتميز هناك في التجمع الخامس، جايبين فيها ان شاء الله باذن الله يعني من اكبر الشركات هتبدا في التنفيذ، في المستشار الهندسي المهندس علي سامح بيبذل مجهود جامد جدا في استخراج الترخيص مع نائب رئيس النادي، يعني الحمد لله بنتحرك في كل الاتجاهات بشكل كويس ان شاء الله. اذا التجمع 200,000 والفرصه الحقيقيه انه العضو اللي هيشترك في التجمع هيحتفظ لنفسه بحق النقل للعضويه العامله الكامله خلال 4 سنين على السعر القائم حاليا اللي هو 350,000 ايا كان السعر المتحرك بعد كده. برضه يعني دي برضه من المميزات. لمده قد ايه يا محمد بيه؟ يعني هو له الحق في استكمال ال 200 الى النص مليون لمده قد ايه؟ لا الى 350. الى 350 أو خلال الاربع سنين. كل من هتقدم للاشتراك في عضويه التجمع الخامس في الوقت الحالي حتى 1 فبراير فله الحق في استكمال باقي العضويه العامله على سعر 350,000. بدايه من 1/2 اي حد هيتقدم على عضويه التجمع الخامس اللي هي 200,000 لو عايز يجدد العضويه، يعني يبقى عنده العضويه العامله واستكمال عشان خاطر يبقى عضو عامل في النادي الاهلي له الحق دخول في الاربع فروع هيبقى يتعامل على 500,000. فمن اللي بيرغب في عضويه التجمع الخامس عنده فرصه برضه ان هو بيحافظ على سعر ال 200,000 للتجمع الخامس وسعر ال 350,000 للعضويه العامله حتى 1 فبراير. لا وهرجع لا لا عايزين نشرحها تاني دي معلش لحظه استاذ ابراهيم. اتفضل. بالمعنى النهارده انت النهارده حضرتك يا كابتن عدلي اشتركت انا دفعت 200,000 دلوقتي. تمام. عندي الحق ان انا استكمل ال 350 لحد امتى؟ لا زي ما حضرتك عايز انت هتستكمل طالما الاربع سنين سنه سنتين. خلال الاربع سنين خلال ولا مش محدده؟ لا خلال الاربع سنين. تمام خلال الاربع سنين من حقك تستكمل العضويه بتاعت حضرتك. طيب لما تيجي تستكمل العضويه هتستكمل على 350,000 ولا هتستكمل على نص مليون؟ لا اذا تقدر تدفع 200,000 السعر اللي حضرتك قدمت فيه كان العضويه العامله، يعني النهارده قدامنا 15 يوم دول 15 يوم من حق عضو فرع التجمع الخامس استكمال عضويته على 350,000 اللي هو قبل 1 فبراير. تمام يا فندم. طب واللي بعد 1 فبراير بقى؟
لا خلاص بقى هيبقى هيتعمل على العضويه العامله اللي هي بنص مليون جنيه. ايوه ماشي تمام. وضحت ولا برضو؟ لا لا وضحت، بس هلخصها في كلمتين بقى لان دي فيها لخبطه شويه. انا دلوقتي لحد 1 فبراير لو دفعت 200,000 من حقي لمده 4 سنين ادفع 350، بعد 1 فبراير هدفع ال 200,000 بس بعد كده لما اجي استكمل هستكمل على نص مليون، صح؟ كده مظبوط تمام. شكرا تمام. طيب اللي عنده الرغبه يعمل ايه؟ حضرتك احنا الباب الاشتراك مفتوح، بيجي النادي الاهلي بيروح مقر الجزيره مش كده؟ طبعا بيشتري استماره الالتحاق بالنادي من الاهلي من اداره الاشتراكات في الجزيره، مش لا في الشيخ زايد ولا في ولا ممكن يروح الفرع؟ لا التجمع لسه فرع التجمع الخامس، فرع التجمع الخامس في الجزيره، اما فرع الشيخ زايد من حقه يروح يقدم الطلب العضوي في فرع الشيخ زايد. تمام، يعني الشيخ زايد يقدر يتعامل مع اشتراكات الشيخ زايد، لكن فيما يخص التجمع والجزيره يجي الجزيره او مدينه نصر. يجي الجزيره؟ لا هو لا مفيش مدينه نصر. الجزيره المركزيه في الجزيره، لان هو النهارده بيتحدد له ميعاد بمقابله اللجنه من خلال الجزيره الطلب اللي متقدم، وبيصير الاستماره للاشتراك العضويه من فرع الجزيره. من فرع الجزيره، وكل المقابلات وكل السنتر في التحرك من الجزيره. تمام يا فندم، كل المقابلات من الجزيره وبيحدد لهم ميعاد، وبيلتقي بيهم لجنه الشؤون العضويه الممثله في رئيس اللجنه الاستاذ ابراهيم الفطراوي والاستاذ طارق قنديل والاستاذ محمد الجرح والاستاذ الضمان. وده يوميا ما عدا الجمعه مش كده؟ يعني طوال الايام الاسبوع ما عدا الجمعه. لا لا احنا شغالين الجمعه برضو. الجمعه الاشتراكات شغاله كمان. تمام يا فندم، شغالين الجمعه كمان، وبنطول برضو في المواعيد، بدل المواعيد تنتهي الساعه 3 بنخلي المواعيد تنتهي الساعه 7 بالنسبه للعضويات. بيبقى في فتره طويله بين تقديمه وبين استدعائه للمقابله ولا مده قصيره؟ لان في ناس بتسال بتبقى جايه من بره مصر مخصوص عشان تنجز المهمه وتسافر. لا احنا برضو بنراعي حسب الفتره اللي فاتت هذه الحالات، الناس اللي بتيجي من الخارج عشان خاطر عاملين في الخارج، بنراعي هذا الموضوع وبنحاول خلال 72 ساعه بيكون انهى اجراءات الالتحاق في الناس. تمام، ما فيش عندنا مشكله في الموضوع ده خالص، احنا بالعكس احنا بنراعي كل في اسئله كتير بس هنخليها الفقره. يعني كان نفسي اسالك مثلا، هو احنا فعلا بعتنا جواب للجنه القيم بالاتحاد المصري ولا لسه هيتبعت؟ خلي كل حاجه في مرحلتها، في المعادله، خلي حاجه في كل حاجه في المعادله ماشي بتدريج بكل حاجه، خليها في المرحله بتاعتها. احنا بس النهارده بنحاول نوضح لجماهيرنا اللي احنا مستقبلينهم، بنحاول نوضح لجماهيرنا برضه، عايزين نبعت لهم رساله لرجال امن النادي وشركه الامن المخصصه اللي بتساعد الامن النادي ورجال مديريه امن اسكندريه، منتظرين جماهيرنا يوم السبت، منتظرينكم من الساعه 9 صباحا عشان خاطر يامنوهم. فانا بدعو جماهيرنا برضو، احنا عايزين مساندتكم، عايزين تبقوا في ظهر الفرقه وتتعاونوا مع الامن اللي موجود عشان خاطر نظهر بالشكل اللي احنا كلنا مستنيينه في من جماهيرنا، واحنا بنراهن دايما على وعي جمهورنا. وهرجع اقول ثاني، احنا الجمهور مفيش حد بيفرق، مفيش فرق بين جمهور في النادي الاهلي او عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي، كله بيحب النادي الاهلي بما فيهم مجلس الاداره، كلنا جمهور النادي الاهلي وكلنا في ظهر النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واعتقد وضح لحضراتكم سير عمليه التذاكر والسعر الرمزي اللي النادي راعى بيه حق جماهيره في انها تحضر وتساند فرقتها، بالاضافه الى الاقبال الملحوظ جدا على تاسيس عضويه النادي. الاهلي بيفحص جيرالدو عقب العوده الى القاهره، موجود جيرالدو الانجولي مع الفريق في معسكر الاسكندريه، ومؤمن زكريا انتظم في المران، ومحمد محمود اللاعب الجديد يا باشمهندس اللي اصيب بقطع في الرباط الصليبي، النهارده عرفت ان الكابتن محمود الخطيب حرص ان هو يتصل بيه ويدعمه نفسيا ويأكد له، انه قال له يا ابني انت لسه لاعب صغير، لاعب موهوب، احنا سعداء جدا بيك، لكن الاصابه ده قدر محدش يقدر يمنعه، واحنا كلعيبه ياما اتعورنا، فدي عمليه انت لسه قدامك ان شاء الله مستقبل كبير جدا، وقدامك فرصه ان انت سريعا النادي هيحجز له للسفر لألمانيا لإجراء الجراحة، وقال له هنعمل لك أعلى تأهيل ومستنين عودتك، خليك دايما مطمئن. وأنا أعتقد كان دعم نفسي من الكابتن الخطيب ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ ومن لاسارتي ومحمد يوسف للاعب فعلا من أول شوط مع الأهلي. مسألة مش بس أول شوط، مسألة متعلقة بلاعب يمتلك من الشخصية والطموح، أنه كان يعني بدأ فورا ودخل على طول على النادي الأهلي ولعب ودخل
قناعات الجماهير اقتنعت بيه بسرعة وادالك الإحساس بأن أيوه هو ده، اقتحم القلوب قبل ما يقتحم التشكيل. هو ده، هو ده الحتة دي، هو ده. فطبعا واللعيب عنده شخصية الحقيقة جدا، فمؤكد مؤكد انه ما لحقش يتهنى بالفرحة دي، لكن ما هيش نهاية المطاف، بالعكس. يعني شوف شوف بيقول له ايه، لازمته ايه يا كابتن، لازمته ايه؟ مش معقول، مش معقول الالتحام وبعدين الزقه مع انت عارف انا عايز ايه بقى؟ اتمنى ان كل لاعب يتسبب في اصابه لاعب ان يوقف مده العلاج بتاعه اللي اصابه. يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش. انا بشوف دلوقتي اللعب في منتهى الشراسه. انت يعني يعني التحام ايه معناه ان اعل اسيب ركبتي في 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 فخذ اللاعب؟ يعني ايه دي؟ ايه دي؟ وزقه وبالايد يعني الحقيقه منتهى العنف، لا حول ولا قوه الا بالله. فهيسافر محمد محمود ان شاء الله لاجراء جراحه الرباط الصليبي في المانيا، ونامل باذن الله سرعه العوده ليه. جلسه كمان في الجيم بعض العائدين من الإصابة اللي تحت التأهيل، حسام عاشور وأحمد الشيخ وصلاح محسن ثلاثي الفريق أدوا جلسة في الجيم، ووليد أزارو على هامش المران تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ووليد أزارو مهاجم الفريق خضع لجلسة علاج طبيعي. عاشور والشيخ أنتوا عارفين أن عندهم إصابات في الأنكل، وصلاح محسن ووليد أزارو كانوا مصابين في العضلة الضمة. يعني شوفوا لعيبة بهذه القوة وهذا التأثير وهذه الأسماء كلها إصابات. نتمنى إن شاء الله هذه الظاهرة أنها تدرس جيدا، يعني هو المفروض ونشوف أسبابها الحقيقية والعلمية إيه. المفروض نسجل كم لاعب عشان نحتمل كل هذه الإصابات؟ حقيقة أنا مش فاهم يعني. طيب على النسق الآخر بقى إن شاء الله فيما يخص هذا الملف واستعدادات الأهلي لمباراة فيتا كلاب اللي هتكون السبت إن شاء الله في برج العرب. النادي الأهلي بيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لإثارة الفتن بين الجماهير، وبيقول البيان الصادر عن النادي: تقدم محمد عثمان المحامي نقيب محامي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب ببلاغ اليوم إلى معالي المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الزمالك مؤخرا، وجاء في البلاغ والذي حمل الرقم 429 لسنة 2019 عرائض نائب عام أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام. ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع. وتضمن البلاغ أيضا أن الحصانة البرلمانية مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة، ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي. وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب
التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ التحقيق وإحالته. ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته. شوف يا أستاذ إبراهيم، استوقفني تعبيرين، الخلط أو الاستفادة أو الاستتار بالحصانة أو التحصن بالحصانة، والخلط بين الخاص والعام. لا يمكن يكون المشرع الذي يعني حمى البرلماني أو العضو البرلمان بهذه الحصانة كان يقصد هذا التوجه إلى الخاص بالمنظر ده. هو عضو مجلس الشعب بصفته نائبا عن هذا الشعب قد يتعرض أحيانا لمسؤول كبير أو لوزير أو يستجوبه أو بتاع، فالحصانة لتأمينه أن لا ما يهمكش، ما حدش هيقدر يجي ناحيتك طالما أن أنت بتتكلم في إطار مسؤولياتك العامة. ولكن ما علاقة الحصانة بأن نخبط واحد في الشارع؟ طيب احنا معنا على الهاتف الأستاذ محمد عثمان، الخط قطع. طيب هنعود الاتصال بيه تاني، اتفضل يا باشمهندس. ايه علاقة ده ان انا اشتم واحد في الشارع؟ فاذا شتمني هو يخش السجن وانا ما انا محصن. ايه علاقة ده ان انا ما حدش يقدر يقول لي عليك مخالفة او انت كسرت اشارة؟ ايه علاقة ده؟ خاص ده انت في الشارع مواطن، انت خلاص ما كل ما ترتكبه في الطريق مع الناس هذا امر يجب ان تكون الحقوق متكافئه، خصوصا ان الناس دي هي اللي انتخبتك، هي اللي خلتك عضو بمجلس الشعب، فلا يمكن ان يتم التعالي عليها بهذا المنظر. يا استاذ ابراهيم، انا بيجي لي مكالمات من بولاء، من الصف، مش عارف ليه، من سوهاج، من اماكن محدده بالعشرات. ان ما كنتوش هتجيبوا حق الاهلي احنا هنجيبه، عارفين امتى. ده الخطوره. لا مقصود، مش مقصود العنف، انا مقصود ان دول اصوات انتخابيه. ايوه، مش هينتخب عضو البرلمان اللي واخد موقف ضد الواقع ولا ضد المواطن المصري. يعني الناس تشوف مسؤولياتها. مفيش حد احسن من حد. لان انا وحضرتك ممكن ننزل انتخابات نسقط، واحد ينجح هو بقى محصن واحنا مش محصنين. صحيح. يعمل فينا اللي هو عايزه. صحيح. لا، هذا غير مقبول. هذا غير مقبول، ولا اتصور حتى ان اي برلماني يعني عارف يعني ايه مسؤوليته كعضو مجلس الشعب بيستخدم الحصانه دي عشان ينال من اعراض الناس ويبتزهم. مش الامور لا تستقيم هكذا. وبعدين اذا كنا احنا هنتعرض للاذيه واحنا بندافع عن نفسنا وعن اعراضنا عن سمعتنا او سمعه نادينا او او او، فليأكل خلاص بقى، هنعمل ايه؟ انما الوضع مش ممكن يستمر هكذا، ولابد من اعاده نظره في استخدام هذه الحصانه، ولابد ان تقنن، ولابد النيابه لما تكون لها رؤيه في انها ترفع الحصانه ان يستجاب اليها. طيب معنا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان، نقيب محامي القاهره والمستشار القانوني لمجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ ابراهيم مساء الخير على حضرتك وعلى المهندس عدلي وعلى كل مشاهدينك. بس نوضح، نقيب محامي القاهره السابق. السابق. ايوه. واللاحق ان شاء الله. والنقيب العام. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. والنقيب العام يعني. بتشرف بحضراتكم ان انا معاكم وتحت امرك. ربنا يخليك. استاذ محمد، النهارده تقدمت بهذا البلاغ الجديد، مش كده؟ يعني كان لسه في بلاغ النادي تقدم بيه. هو بالظبط طبعا زي ما حضراتكم عارفين، الحمله على اداره الاهلي وعلى النادي الاهلي ممتده بقالها 6 شهور، وكان في وجهات نظر كثيره يعني الترفع وعدم الرد وامور بهذا الشان، الى ان حسمت اداره الاهلي موقفها واتخذت قرارا بمقاضاه كل المتجاوزين. في اطار مقاضاه كل المتجاوزين، انا شرفتني اداره النادي الاهلي اللي انا بعتز بيهم جميعا في الحقيقه،
باتخاذ هذه الاجراءات القانونيه ضد عدد ممن تجاوزوا في حق النادي الاهلي وادارته وجماهيره، من بينهم رئيس نادي الزمالك. بالفعل احنا في اواخر اكتوبر الماضي تقدمنا ببلاغ للمستشار النائب العام واحيل الى النيابه العجوزه، وتم سؤالنا فيه او تم سؤالي فيه، وتقدمنا بما يفيد ثبوت وقائع بقى السب والقذف والاهانه والخص الاعراض وخشي سمعه العائلات، وكلها جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامه. وتم اخر مرحله في هذه التحقيقات ان تم ارسال هذه الاسطوانات المدمجه للاذاعه والتلفزيون لتفريغها. والخطوه اللاحقه اللي هتبقى كده، النيابه المفروض هتعمل مذكره وترفع لمجلس النواب لاخذ الاذن بسؤاله او اتخاذ اجراءات التحقيق ضده في هذه الوقائع اللي ارتكبها ضد اداره النادي الاهلي. يعني يا استاذ محمد، ده ما يتعلق بالتحرك النيابي ضد مذكره اكتوبر اللي فات، مش كده؟ بالظبط كده. بالزبط. يعني مذكره اكتوبر لم يرسل لمجلس النواب طلب رفع الحصانه عنه؟ لا لا لا، التحقيقات مستمره. والتحقيقات نيابه العجوزه بتشير يعني نيابه بتعمل للامانه جهد كبير واحتراف التحقيقات في مثل هذه الامور. لكن قريب جدا ان شاء الله الاجراء القادم ان يتم ارسال مذكره الى مجلس النواب للحصول على الاذن ضد رئيس الزمالك. عايز اسال حضرتك سؤال. التجاوز بيتم من شرائح مختلفة، بعض الإعلاميين، بعض المسؤولين، رئيس نادي الزمالك، فإحنا دلوقتي إيه المسارات؟ هنكتفي بالنيابة ولا هنروح للشانلز أو القنوات اللي المفروض ملاحقة، يعني لما يكون إعلاميين نقدر نلاحقهم من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تماما يا باشمهندس. لما يكون عنصر من عناصر لعبة نقدر نلحقهم من خلال لجنة القيم والانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم. هل تحركنا في هذا الصدد؟ لأني أنا أرى أن إحنا كده مريحين قوي الاتحاد المصري لكرة القدم وعافينه من مسؤوليته. إحنا لازم نبعت هو عامل لجنة لمحاسبة عناصر اللعبة المتجاوزين في حق اللعبة وفي حق بعضهم البعض. فلابد من ملاحقة المتجاوز المنتمي إلى أسرة كرة القدم من خلال هذه اللجنة ونشوف هيعملوا إيه. والله استجابوا برضو كويس، ما استجابوش أحسن وأحسن، لأن هنقدر نصعد ونروح لخطوات أخرى ومن خلال اللجنة الأولمبية المصرية ثم اللجنة الأولمبية الدولية، وفي كل كلمة وفي كل تصرف. يعني لو بعتنا كل أسبوع مفيش مشكلة الملاحقة. فأنا مش عارف أنت بتوافقني في الرأي ده ولا في خطوات فعلا اتخذت؟ طبعا بوافقك جدا، وبحيل حضرتك طبعا، يعني أنت مرجعية وكتاب كبير وقاموس في تاريخ النادي الأهلي يا باشمهندس عدلي. طبعا بحيل حضرتك لبيان النادي الأهلي اللي صدر أمس الأول. بأن النادي الأهلي اللي صدر أمس الأول قال إنه هيتخذ حزمة من الإجراءات ضد كل من تجاوز في حق النادي الأهلي وإدارته. وإن إحنا هنتخذ حزمة من الإجراءات. بلاغ رئيس الزمالك بيان الأهلي أيضا قال إن ده كبداية، إنما مؤكد في مسارات أخرى. لن نترك باب قانوني إلا وسنتركه دفاعا عن مبادئ وعن قيم وعن تقاليد. لاني بعيدا طبعا عن الاستباب ده بيروح قياداته، والاهلي وقيادته مش هم الوحيدين اللي لاحظهم هذه السلوكيات اللي تعتبر سلوكيات ايضا غريبه على الوسط الرياضي. فاحنا كل هذه الجهات المختصه ان شاء الله النادي الاهلي هيلجا اليها ويتخذ الاجراءات اللازمه وبقوه. طيب المهندس عدلي اشار من شويه استاذ محمد الى جزئيه الحصانه والتستر وراءها، لانه الحقيقه أنا هنا قدام مني أوراق كتيرة جدا، تفاصيل لتحقيقات اللجان النيابية والنيابة العامة والتقرير اللي قدمه السيد النائب العام لمجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان رئيس نادي الزمالك، والأمر كان يتعلق بجرائم تخص المال العام، ومع هذا تم رفض رفع الحصانة. هل هذه الجرائم الجديدة بكل ما فيها من خوض في الأعراض وإساءة للذمم واتهامات ربما كان آخرها وأخطرها
أن ينسب للنادي الأهلي الحصول على أموال من دول معادية، هل تتوقع مصير هذه البلاغات كمثل البلاغات السابقة أيضا؟ أعتقد لا. أولا لكل حالة، كل حالة لها ظروفها. القضية اللي حضرتك بتتكلم عليها طبعا دي قضية تغيير العملة بتاعت نادي الزمالك اللي متهم فيها مجلس الإدارة بالكامل، واللي معالي المستشار النائب العام قاطب اللجنة التشريعية لرفع الحصانة، واللجنة التشريعية رفضت. اللجنة التشريعية رفضت قالت إن الشاكي في البلاغ الأساسي بينه وبينه كثير من الأمور أو كثير من القضايا، وده السبب اللي اللجنة عشانه أعلنته. إحنا حالتنا وفي حالة إنك تطلع تتناول أسر وبيوت وعائلات لشخصيات عامة ورموز مصرية ما حدش منهم بينه وبينها خصومة ولا حد بينه، إلى كل دول الناس دي متطوعة ولا حتى في بينك وبينهم مناسبة. يعني يا أستاذ محمد يعني ما فيش مناسبة، أنت عامل مؤتمر بتقدم لعيب أنت جبته. والمفارقة يا أستاذ محمد، المفارقة معلش المفارقة، هو يتهم الأهلي بأنه بيتعاون مع قطر وبيتلقى أموال ودعم، ودي دولة راعية للإرهاب، في حين أنه يقدم لاعبا قادما من الدوري التركي الشقيق المتلاحم في رعاية الإرهاب. واخد بالك مهندس عدلي؟ اللي حصل في المؤتمر الصحفي على فكرة، اتفضل اللي حصل في المؤتمر الصحفي احنا قلنا عليه ببلاغنا النهارده ان ده نوع من خلط الاوراق. يعني انت بتقدم لاعب، ما شأنك بالنادي الاهلي وما شأنك بتفاصيل النادي الاهلي ولماذا التحريض ضد النادي الاهلي وبهذه الصوره؟ عشان كده احنا ما بلغنا قلنا انها اكاذيب. لا، هي بالفعل اكاذيب. مش اكاذيب، ده ما فيش مناسبه. حضراتكم كان معاكم الاستاذ خالد الدرندلي وقال ان كل مليم خرج في هذه الصفقات ومن خزينه النادي الاهلي، كلام واضح واضح ويتم اثباته. تبان النادي الاهلي، لو حضرتك تلاحظ اتقال ان النادي الاهلي دايما ما يفتح ابوابه مرحبا بكل الجهات التي يخضع لها النادي الاهلي لرقابتها، بمعنى ده هو اللي بيطلبها كمان الجهاز المركزي ووزاره الشباب والرياضه، في عدد من الجهات الرقابيه بتراقب كل هذه التصرفات الماليه. فبالتالي لما نقول ان احنا مرحبين، يعني احنا الكلام اللي قاله رئيس الزمالك بصراحه لا يستحق الرد عليه، وانا قلت ان ده كلام عبثي وان ده كلام بره الموضوع وان محاوله لخلط الاوراق. مش كده بس، انا نصحته وهو بيقارن حاله الاهلي بحاله الزمالك، ودول غيروا ودول عمله. لا، الاحداث بتاعه الزمالك في 2015 و16 قبل تحرير سعر الصرف. عشان تبقى بس الامور واضحه، يعني قضيه نادي الزمالك فيما يخص تغيير العمله خارج المصارف، على فكره القضيه دي جنايه والعقوبة فيها من 3 ل10 سنوات، يعني مش وقضية كمان التلاعب في العملة دي قضية بتضر بالاقتصاد القومي. صحيح، ده أمن قومي، أمن قومي طبعا. أنا عايز أتوقف هنا لحظة يا محمد بيه، عندما أشير إلى النادي الأهلي وما تلقاه من أموال وتم التشكيك في المسارات التي اتخذت هذه الأموال، طالب النادي الأهلي بإرسال لجان رقابية للتحقيق. هو اللي طالب برفع الحصانة عن نفسه، هو الذي طالب. فأي إنسان شفاف يبود أن يكون حريص أن يطلب التحقيق معه، مش يتحصن. صحيح، عشان ما حدش يحقق معاه. يعني أنا ده اللي فهمه. باشمهندس بيأكد برضو أن إدارة الأهلي متأكدة من كل إجراءاتها القانونية ومن سلامة جميع الإجراءات المالية اللي بتتخذها، وأن الناس إدارة الأهلي ليست متهمة في شيء، وان اي جهه من جهات التحقيق ولا الجهات القضائيه لم تستدعي اي مسؤول من النادي الاهلي. عشان بس يبقى الكلام ده معلوم، لان كل الكلام والشائعات اللي بيرددها رئيس الزمالك لا تمثل الواقع والحقيقه بصله على الاطلاق، يعني كلها مغالطات واكاذيب زي ما احنا قلنا. اذا الان الامر امام النيابه العامه، نيابه العجوزه، مش كده؟ نيابه العجوزه، البلاغ المرجح انه يحال نيابه العجوزه لاتخاذ اجراءات التحقيق فيه، وفيما يخص مجلس النواب والحصانه استاذ ابراهيم. لان دي نقطه برضو محتاجه توضح من الناحيه القانونيه يا استاذ محمد. يعني فيما يخص الحصانه، اولا الحصانه ديت مش مقرره لشخص النائب، لا، الحصانه مقرره لحمايه الوظيفه النيابيه وانها تحمي النائب من عفه السلطه. طيب
افرض نائب ارتكب جريمه هتك عرض او هدم او هدم قيمه او ثوابت او جرائم جنائيه او ابتزاز او استغلال نفوذ او نصب، هل هذا النائب الحصانه البرلمانيه تمتد لتحميل هذه الجرائم؟ لا اطلاقا لا طبعا. وبالتالي كل حاله ليها اظروف، ليها ظروفها وليها تفاصيلها. واحنا بنثق في مجلس النواب برئاسه الدكتور علي عبد العال انه سينحاز لدوله سياده القانون ولصحيح القانون. هو استاذنا واللي كلنا الصوت محمد لا عوده الاتصال لان مكالمه مهمه محمد عثمان، لان الحقيقه يا جماعه فكره الحصانه اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمد عثمان، المساله زي ما المهندس عدلي اشار، القانون ادالك الحصانه كعضو في البرلمان علشان يحميك من عزف السلطه التنفيذيه، ترهبها او ترغبها، اغراءها او خطورتها، بمعنى انك انت بتناقش وزير، بتحاسب وزير، بتحاكم مسؤول، وانت تحت قبه البرلمان القانون بيحميك ان انت تمارس حقك الرقابي على هذا الوزير او هذا المسؤول من بطش السلطه التنفيذيه، خد راحتك لحمايه حق الشعب لانك نائب عن الشعب. لكن بره هذا السياق وبره هذا المضمون ما ينفعش كمان تفضل مستمر بالحصانه حتى وانت بترتكب جرائم ربما تصل الى الاساءات والخوض في الاعراض زي ما قال الاستاذ محمد عثمان. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك يا سوبرين. اتفضل. معلش الخط فصل. اتفضل اتفضل. فانا بقول ان كل حاله ليها ظروفها، وخلينا ما نسبقش الاحداث. لما يوصل بلاغ النادي الاهلي للنواب احنا ان شاء الله نامل ان مجلس النواب يتخذ اجراء مغاير للاجراءات اللي اتخذت قبل كده او البلاغات اللي اتخذت قبل كده. وفي كل الاحوال احنا لازم نأدي دورنا ونأدي واجبنا ايضا في اطار القانون، بعيدا بقى عن العبث وعن الاحاديث اللي خاصه يا استاذ والشائعات والشتائم وكل هذه الكذاب والتفاصيل اللي احنا في كل الاحوال خاصه يا استاذ محمد ولا نتدنى لهذا المستوى. خاصة يا استاذ محمد احنا مقبلين على تنظيم اكثر من بطولة دولية، يعني في كأس الأمم الإفريقية كمان عدة أشهر، واليوم فازت مصر بحق تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021، وما أحوجنا إلى أن يسود الوئام الوسط الرياضي، أن يسود الهدوء والاحترام بين عناصر هذا الوسط. ونشوف المشهد بتاع 2006 2008 و2010 لما الـ كل الشعب المصري متلاحم ورا فريقه القومي. عايزين نساعد على هذا الامر، والمساعده تكون ان يعني بتجنب ما يحدث الان، لان ده لا يقود الا الى الاحتقان، وان احنا نقعد نعاير في بعض بقى بكلام مغلوط. لكن حضرتك برضو يعني بكلمة واحدة كان بيكلم في الحصانة. لا لا خلاص، بعد الحصانة، بعد الحصانة كلمة واحدة، هل هنتقدم للجنة القيم والانضباط باتحاد كرة القدم ولجنة الأداء الإعلامي، ضوابط الأداء الإعلامي، تنظيم الإعلام بنفس هنطرق كل الابواب وكل المسارات يا باشمهندس اللي رسمها القانون، هنتخذ فيها الاجراءات القانونيه. وده كلام يقيني، وهيبقى الكلام ده كله باقصى سرعه. بس انا عايز بقى اعود للجزئيه اللي حضرتك اثرتها قبل سؤالك، هو تضافر الجميع في المرحله الجايه، ان مصر بتنظم امم افريقيا ومصر بتنظم بطوله اليد. طبعا الدكتور حسن مصطفى قيمة رياضية كبيرة، رئيس الاتحاد الدولي لليد، وشخصية رياضية عربية عالمية مصرية، كلنا وكل مصر بتتشرف بالدكتور حسن. وهكذا يكون المصري عندما يستطيع أن يقدم لبلده شيء يعني. طبعا قيمة كبيرة وإضافة كبيرة أن ما يكون في واحد مصري في هذا المكان العالمي، لا كل مصر بتتشرف بيه، لأنه في النهاية بيضيف لمصر وبيضيف للوطن. أنا عايز أرجع بقى في جزئية إن كل الجهود تتضافر. المفروض إن المسؤولية الوطنية على الكل، إن الكل يتوحد عشان نقدر نعمل لمصر شكل حلو وجميل في بطولة أمم أفريقيا. الكلام ده مش هيجي بقى بالسباب والمهاترات والسفلات والتجاوز وقلة الأدب. فبالتالي يعني أنا بقى أغيب برئيس الزمالك تحديدا، يعني إن هو عليه إن هو يتوقف وكفاية كده. لا ظروف البلد ولا امور كثيره تتحمل مثل هذه يعني
الترهات والامور اللي احنا بنستهلك فيها طاقتنا وجهدنا، الجهد دوت المفروض يتم توجيهه ان مصر تظهر بصوره جيده ومحترمه. وانت بتقول انك انت راجل دوله، راجل دوله المفروض تتحلى بالمسؤوليه الوطنيه في هذه الظروف. الاهلي والزمالك هم عماد ولا عمود الخيمه للكره المصريه، وانا مش فاهم هو بيعمل كده ليه الحقيقه. يعني سالت نفسي كتير هو بيعمل كده ليه؟ في ايه؟ هو النادي الاهلي عمل معاه ايه؟ انا برضو مش لاقي اجابه، لكن في حد قال لي انها حرب بالوكاله. يعني خلينا ننتظر ونشوف الامور تبقى ازاي. حرب بالوكاله. طيب استاذ محمد، مناشدتك للسيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والساده الاعضاء اللي هم بيصوتوا دايما على رفض رفع الحصانه رغم وجاهه ما يرد في طلب النيابه العامه. لا طبعا، مجلس النواب له كل الاحترام والتقدير كمؤسسه تشريعيه مصريه وطنيه. وانا اامل ان شاء الله لحين ما يرسل الطلب للمجلس، دي مساله فيها اجرائيه يعني فيها شويه وقت، شهر ممكن ولا حاجه، اعتقد ان شاء الله في طلب رفع الحصانه بخصوص قضيه النادي الاهلي ستكون الامور مختلفه باذن الله. ما هو انا معلش بعد ما نشكر الاستاذ محمد لان التعليق ده تعليق عام. طيب شكرا للاستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني لمجلس اداره الاهلي. استاذ ابراهيم، هي الحصانه دي مش ابديه. هتجي لك لحظه هتنتهي. طب اعمل حساب يوم ما تنتهي انت هتواجه ايه بقى؟ كل الناس اللي كانت مترقبه رفع الحصانه، يعني في تراكم من اصحاب الحقوق المهدره. ايوه، في لحظه ما قريبه بعيده شويه كمان سنه كمان سنتين هتيجي لحظه مش هتبقى بتتمتع فيها بالحصان، هتعمل ايه؟ هتبقى مواطن مصري زيك زي الاستاذ ابراهيم، هتنتظر بقى كل اللي ما خدش حقه. في يعني الانسان لازم يبقى عنده من الرؤيه المستقبليه انه يفهم ان اي عمل بيعمله الان هو مؤثر عليه في القادم من الايام. فما اعرفش يعني وهي قد تكون فرصه لمراجعه فكره الحصانه، انها تبقى حصانه للوظيفه مش للشخص. ده مؤكد لانه الاستاذ محمد عثمان اشار الى جزئيه انه حتى اللجنه التشريعيه في مجلس النواب لما رفضت طلب النائب العام برفع الحصانه في قضيه التحقيق مع رئيس نادي الزمالك فيما يخص المال العام والعضويات وتحويل العملة الصعبة خارج المصارف الحكومية، كان الكلام وقتها أصله فيه شكاوي كيدية بين ممدوح عباس ورئيس نادي الزمالك، ومن ثم يعني البعض أسس رغم أن ده ممكن يكون نوع من التغول على حق النيابة العامة، لكن ليكن القانونيين أدرى بتكييف هذه الأمور. إنما المؤكد أنه مفيش خناقة مع الأهلي، المؤكد ان النادي الاهلي لم يبدا ابدا باي اساءات ولا حتى يرد باي اساءات. انت طرف عامل مؤتمر صحفي عشان تقدم لعيب عندك، سبت اللعيب بتاعك اللي انت جايبه من الدوري التركي وتفرغت الى توجيه هذه الاتهامات بكل هذه الفجاجه للنادي الاهلي، الى درجه اتهام الاهلي بتلقي اموال من دوله معروفه مصريا ومتهمه من قبل مصر ومن قبل الدول المتحالفة عربيا ضد الإرهاب بدعمها ورعايتها للإرهاب. في أخطر من كده، وقلنا وقتها السيد وزير الشباب والرياضة إن لم تتحدث الآن فمتى؟ إن لم تتدخل الآن لحماية حقوق عامة بهذه الحجم أو بهذه الكيفية أو حماية الجماهير هيكون إمتى؟ هيكون إمتى وإنت بتسمع إساءة بل اتهام صريح لنادي؟ انت تعي جيدا كوزير للشباب والرياضه مدى سلامه موقفه. ومع هذا حتى النادي لما طلب منك ارسال لجان للتفتيش، وقال بيان النادي الاهلي يا باشمهندس ان مرحبين دائما بكل الجهات الرقابيه للتاكد من مسار الاموال وتحويلاتها. اللي واثق في نفسه، انا يعني اكثر من حدث في السنين الاخيره، واحد او اثنين او ثلاثه مش هتذكر الاسماء، ناس قدمت في نفسها بلاغات عشان يتحقق معاه، عشان تبرر، علشان بقى زهقوا من الاتهامات تقدموا في نفسهم بلاغ. هذه هي الثقه بالنفس والشفافيه. يعني في نفس الحديث ولا ليها فقره، انه يتجاوز في حق لاعب. طب انت لاعب قرر يمضي النادي الاهلي،
ايوه مالك وماله؟ صحيح تتجاوز فيه وتقول اتحدث عن حسين الشحات تحديدا. ايوه يعني يقول لك الشحات ده كفايه ان اسمه شحات. هذا هذا الشحات الذي امتلك من غنى النفس ما لم يمتلكه اصحاب الملايين. ما يجب ان يشعر كل هؤلاء بالخجل من الخجل. هذا الرجل الذي احتقر الماده وضحى بها من اجل تحقيق هدف يحبه فساب حوالي 750 الف دولار مستحقات. لا ده فيها مفاجآت وكواليس كتيره جزئيه ديت. بس انت كنت سالت الاستاذ محمد عثمان انتوا هتقدموا بلاغ للمجلس الاعلى للتنظيم الاعلام ولا لا؟ بالفعل تقدم الاهلي بمذكره الى المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام هتشوفوها على حضراتكم على الشاشه. وعشان نطمن المهندس عدلي جاء نصها. السيد الاستاذ المحترم مكرم محمد احمد شيخ شيوخ الصحفيين نقيب صحفي مصر الاسبق ورئيس المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام. تحيه طيبه وبعد يطيب لي في البدايه الخطاب موقع من المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان. يطيب لي في البدايه ان اهديكم خالص تحيات رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء المجلس وان انقل اليكم ايضا التقدير البالغ لجهد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في سبيل ضبط الرساله الاعلاميه والحفاظ على مقدرات الوطن لما لها من تاثير بالغ على بناء الوجدان والسلم العام. وفي هذا الاطار فان النادي الاهلي يتقدم اليكم بهذه الشكوى ضد قناة الحدث ومقدم برنامج الزمالك اليوم أحمد جمال الذي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الزمالك بتاريخ 8 يناير 2019 حيث واصل مرتضى منصور التطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل المنتمين إليه وساق العديد من الأكاذيب وهو الأمر المؤثم قانونا كما أنه يسهم في إثارة الجماهير وتجدير السلم والأمن ويخلق جوا من المشاحنات والبغضاء بين أبناء الشعب المصري ومرفق المداخلة الهاتفية. ويقول الأهلي في مذكرته أيضا كما أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور واصل تطاوله على النادي ومسؤوليه من خلال فيديو مسجل على قناة اليوتيوب الخاصة به بتاريخ 9 يناير 2018 مرفق الفيديو. لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في هذه الشكوى واتخاذ اللازم تجاه القناة ومقدم البرنامج ورئيس نادي الزمالك وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان. طيب أدي خطوة لكن في برامج أخرى. شوف عايز تكمل الليلة بقى كمل الليلة كاملة. يعني في برامج مستمرة فيها رغم انها توقفت مرة واثنين يعني مستمرة في استفزاز ما بيتكلموش غير على الاهلي. يعني حاجة غريبة جدا. يعني يقول لك دي قنوات اشتراها نادي الزمالك عشان تتحدث عن الزمالك. ده حل انا قلت لهم عليه من سنين. انت مش محتاج تبقى عندك قناة اشتري وقت. ولو ان الزمالك مش محتاج تشتري قناة وانت عندك النيل للرياضة. ده عنده مش يعني تحديدا وبرامج دولة. وعنده وعنده يجي 7-8 برامج صحيح. من ابنائه يعني صحيح. وهم قايمين بالواجب واكتر يعني لكن هذا الشأن هو حر عايز يشتري بس هو اتريه شاريه عشان يهاجم الاهلي مش شاريه عشان يرفع من شأن الزمالك. في لحظه الزمالك يعيش يعني عنده الكثير مما من اسباب من اسباب الفخر والمدح فيه يعني يقدروا يتفرغوا لما هو ايجابي في نادي الزمالك بالظبط كده جماهيره. انما كل جمهوره بيدغدغوا حواسه في ايه؟ ان بشتم الاهلي اهو شوف الاهلي بنوقعه لكم بنشتمه بنتجاوز في حقه والناس يمكن على اعتبار ان الدنيا ماشيه زي ما هم عايزين واخد بالك وكل الدعم ليهم في مسيرتهم من كل الاطراف. لكن الى متى يعني؟ خليك في ناديك ماشي واستمتع بقى بكل ما تنفقه من اموال في ساعات ترفع من شأن نفسك تقول تاريخك. قلت تاريخك كم مره امتدح عشان لعبتك ومدربيك. احنا جبنا كؤوس هنا يا استاذ ابراهيم وحكينا عن تاريخ ما تعمل كده او انما هو لا هو بيتكلم عليك انت على تاريخك انت بيشوه فيك انت يعني يعني زي الراجل يعني او الست اللي عايزه تبان حلوه فكل همها تتكلم على جارتها دي صبغه شعرها دي لابسه لينسز دي حتى لو مش مظبوط ده حاطه رموش. يا ست خليكي انت جملي نفسك مالكيش دعوه بجارتك. وحتى برامج قنوات النيل للرياضه او غيرها
يا جماعه ده تلفزيون الدوله اللي فيه حقوق لكل الانديه، لا فيه حقوق لكل الجماهير. لا 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 ده عيني عينك دلوقتي، عيني عينك. هل يصح كده يعني؟ هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الليله يعني انت عايز تسمي البرامج المره الجايه نسميها يعني الليله اللي قال عليها المهندس عدلي لا كده الليله ما تعديش، لكن بعد الفاصل هنشوف كيف ما ضاع حق وراءه الاهلي. طيب احنا اتكلمنا على ان هناك تجاوز وتعمد لاقحام الاهلي في قضايا مش وقتها ولا مناسبتها ولا لها علاقه، ولا الاهلي كان حتى يعني عمل حاجه تستحق الرد عليه بهذا الاسلوب. ولكن طيب خلينا موضوعين بقى، تعالوا نناقش الاتهامات التي كالها السيد رئيس نادي الزمالك للنادي الاهلي وتعليقاتنا وتفنيدنا لما قاله استاذ ابراهيم. الحقيقه ما ورد من اتهامات كان ممكن نسكت عنه، لكن لما تصل الامور بين الجماهير ان يبقى كل ما ورد على لسانه ماده للثرثره عبر كل السوشيال ميديا يبقى لازم نتوقف، لانك هنا خطوره السكوت انك سايب صورة بتتكون وانطباعات بتتاخد ومواقف بتؤسس ليها، عشان هنا يكون دور الإعلام الحقيقي نسف مثل هذه الاتهامات الباطلة أو على الأقل التصدي ليها على نحو دقيق وقانوني. منهج ملك وكتابة من بدايته مش هقول أنت قلت إيه، أنا هسمع الناس أنت قلت إيه، أنا هسمعك أنت رديت على نفسك إزاي، أنا هسمعك كل ما ورد من اكاذيب واباطيل على نحو مهني دقيق كانت عامله ازاي. عشان كده لما يقول رئيس نادي الزمالك في مداخلته وفي مؤتمره الفلوس والساعات واخدته كام ووديته الفلوس فين، هو بس انا عايز اتوقف هنا قبل ما نقول مصير الحاجات دي ايه. الفلوس والساعات يعني ايه التهمه في انك انت عمال يقول لك انت خدت هديه الا اذا كنت قدمت شيء لا ينبغي تقديمه. ايوه يعني انت بتديني، انا بديك هديه خدت منك حاجه غير مشروعه ما بيتحددش هو دي الجريمه، انك تدي حاجه غير مشروعه مش ان انت خدت الهديه. ورغم هذا تمام دي نقطه مهمه انت ما فيش كان فيها اي غير مشروع النيابه وكل حاجه اتكلمت فيه وحكمت فيه وفصلت فيه. اما الهدايا انت بتقبلها كنت من شخص بينك وبينه ود في اللحظه دي، وبعدين حصل موقف ما لا يخص المستشار مرتضى، لا يخصه، عشان احنا مش عايزين نتكلم. طب يعني طب احنا وانت والكلام ده ما ينفعش. الاهلي اخد دعم مادي لبعض صفقاته لما زار وفد النادي الاهلي المملكه العربيه السعوديه مرحبا بيه وقتها من المستشار تركي الشيخ اللي كان وقتها رئيس شرف النادي الاهلي. اذا احنا بنتكلم في سياق طبيعي جدا. الاهلي خد هدايا، انت مالك؟ هو انت اللي اديت الهديه عشان بتعاير بيها؟ نفسي اعرف ايه مبرر هذه المعايره؟ مبدئيا من الناحيه الاخلاقيه ايه دخل سيادتك؟ رقم اتنين، هذه الهدايا او هذا الدعم اتقال الاهلي خد الفلوس وداها فين؟ وديته الفلوس فين؟ الساعات بعتوها مش عارف فين؟ كل ده اتقال بهدف الإساءة والتشويه. النادي الأهلي سلك المسلك القانوني والمحترم والطبيعي والشفاف. بعت للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقتها أرجوك تعالى حقق معايا. أرجوك ابعت لي من اللجان الرقابية من عندك ومن الرقابة الإدارية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات اللي يجي يتأكد من هذه الأموال
أموال التبرعات وكل ما ورد من السيد تركي آل الشيخ للنادي الأهلي ويتأكد من على فكرة صرفه فيه. في نقطة مهمة جدا. هو يتحدث أحيانا أو كثيرا. أنا بتساءل كعضو جمعية مهمة في النادي الأهلي. حلو قوي قوي قوي. ودي نقطة برضه لازم نلفت نظر إدارة الأهلي فيها. أنت عندك النظام الأساسي بتاعك دلوقتي كل من يسيء للنادي الأهلي من داخل أو خارج النادي الأهلي هو عضو ولا لا؟ هو بيقول لك أنا بتكلم بصفتي عضو، بيتكلم على منابر في السوشيال ميديا، لا يتقدم بأسئلة للجمعية العمومية ولا من خلالها. فيحق لك أن تفعل ما تراه من الناحية القانونية معه بصفته عضوا في النادي الأهلي. طيب دي نقطة مهمة جدا. النادي الأهلي، وأتمنى أن الكلام ده يكون باين للناس كلها، لجمهور الزمالك قبل جمهور الأهلي، لأنه خطورة الكلام ده أنه يستخدم مادة للتراشق بين الجماهير ونكدر السلم العام بينهم، والعملية مش ناقصة صدقوني، لازم أن الأمور كلها تبقى واضحة للكل. الأهلي عمل إيه لما سيادته اتهم الأهلي بكل هذه الاتهامات؟ مسكتش، بعت مجلس الإدارة للوزير، بعت للجنة، وقتها المهندس خالد عبد العزيز لم يتمكن من إرسالها، جه الدكتور أشرف صبحي. وعشان الناس تبقى مين الدكتور أشرف صبحي، جه للوزارة من نادي الزمالك، يعني كان لغاية لحظة توزيره مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك، يعني مش هيجامل النادي الأهلي. بس كمان أول ما جه مشكورا فعل دور هذه اللجنة وبعتها. هذه اللجنة وهي لجنة من وزير للشباب والرياضة قادم من نادي الزمالك، ما هوش للعمري فاروق ولا طاهر أبو زيد كوزراء، لا، وزير جاي من نادي الزمالك مباشرة، عدى الشارع راح الراجل بعت اللجنة وفعلها وتابعها. كانت النتيجة إن اللجنة اللي فتشت على النادي الأهلي فيما يخص تحديدا كمان أموال التبرعات الواردة من السيد تركي آل الشيخ والساعات والكلام اللي الراجل ده بيقول عليه، النتيجة كانت إنه اللجنة من الوزارة زي ما شايفين حضراتكم المذكرة اللي صدرت، أرسلت اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة بناء على طلب النادي الأهلي لحصر الأموال والتبرعات التي تلقاها النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للتأكيد على سلامة موقف النادي القانوني في دخول جميع الأموال إلى خزينته. وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة الذي يجب أن يخرس هؤلاء، الجملة دي من عندي، في وقت سابق يؤكد سلامة موقف الأهلي القانوني من تلقي التبرعات، مع أخذ ملاحظتين على الأهلي. الأولى كانت تخلص المبلغ الذي تخص المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبين بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري، حيث أكدت ضرورة أن يتم إيداعها أولا في حسابات النادي واتخاذ الإجراءات وخصم الضرائب وليس توزيعه بشكل مباشر. أما الملاحظة الثانية فجاءت لعدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى، ده المهم، اختار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة والتي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ الموافقة عليها وبصفة المتبرعين. وأرسلت اللجنة المشكلة لفحص التبرعات خطابا يفيد بتلقي النادي 119 مليون، عشان اللي بتسمعوا منه 200 مليون و400 مليون و200 مليون، اعرفوا ان اللجنة قالت ايه، 119 مليون تقريبا من تركي آل الشيخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها. وخاطب الأهلي في وقت سابق مديرية الشباب والرياضة للموافقة على الحصول على كذا. هنا لو انتوا شفتوا حضراتكم المذكرة اللي طالعة من الوزارة في أقصى اليمين منها، تم العرض على السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة وتفضل بالموافقة على قيام الجهة الإدارية المختصة بالموافقة على قبول التبرعات، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة. ده توقيع وكيل الوزارة، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية. بس جانا من الأستاذ محمد مرجان دلوقتي. بعد إذنك. أي. قال إن عضوية الأستاذ مرتضى لم ترد له في النادي الأهلي، فهو ليس عضوا بالجمعية العمومية. ليس عضوا بالجمعية العمومية. دي نقطة مهمة جدا في التوضيح. إذن شفتوا حضراتكم التقرير الصادر عن مكتب وزير الشباب والرياضة من خلال اللجنة الرقابية اللي فتشت على النادي وأكدت سلامة موقف الأهلي في هذه الأموال. مش كده بس،
ناس راحت رافعه دعوه ماشي، حق التقاضي مكفول، احبس المجلس، اثبت الواقعه. المحكمه قالت ايه فيما يخص هذه الوقائع؟ المحكمه اللي لما يصدر حكم منها من محكمه جنح مستأنف يجب ان يخرس هؤلاء، لانه هي دي الحقيقه، الحكم عنوان الحقيقه الى ان يكون هناك حكم اخر. ولا انا يعني يا ريت القانونيين يقولوا ان انا بتكلم غلط. ده حكم بات على فكره غير قابل انك تفتح القضيه دي تاني. جنح مستأنف قضت محكمه جنح قصر النيل برئاسه المستشار عمرو فهمي ببراءه محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والعمري فاروق نائب رئيس النادي في القضيه رقم 98-94 لسنه 2018 والمقيده برقم 58-52 كل وسط القاهره من تهم التلقي وقبول تبرعات اجنبيه بالمخالفه لقانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 وطعن الشاكين على الحكم. وفي جلسه 15 ديسمبر 2018 قضت جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم البراءه، حكم طلع وتأيد بتأييد حكم البراءه ورفض الدعوى المدنيه، ما يعتبر حكما نهائيا يمنع العوده للتحقيق في هذا الشأن. بصوا للقاضي، حكم نهائي بات يمنع التحقيق في هذا الشأن، يعني لم يثبت لي بأي شكل من الأشكال إن الورق ده فيه حاجة، فيمنع التحقيق فيه بأي شكل ويسدل الستارة على قضية تبرعات النادي الأهلي. وكان محامي وصيدلي أقام جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الأهلي تبرعات للنادي، وقدم المدعان حوافز تضمنت صور مكتبات إدارة النادي الأهلي موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في القاهرة بطلب فحص التبرعات، وقام دفاع عن النادي وقدم الدفاع عن النادي الأهلي مستندات تفيد باختيار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للجهات المختصة. يعني المحكمة تأكد ليها انه رئيس النادي الأهلي اخطر الجهات المختصة، وكذا موافقة الجهة الإدارية على قبول هذه التبرعات وقت تلقيها. مذكرة من الوزير، من لجنة فيها جهات تفتيشية رقابية، ثم حكم يتأيد كمان بحكم نهائي بات يزل الستار على المسخة قوي. ده مش بنقوله عشان نرد على الأستاذ مرتضى منصور، لكن بنقوله عشان الرأي العام يرى الأمر على حقيقته. يعني طيب برضو لما يتقال في ضمن الكلام، لو راجل رد عليا، لو راجل اطلع قول، ايه اسلوب التخاطب؟ مش فاهمه، مش فاهم ان دي لغه حوار خالص، ومش لا مش فاهم ان ده مستوى ممكن يكون موجود في الوسط الرياضي، حتى مانيش فاهم هي معايير الرجوله بقت ايه بالظبط. ما نتكلم، انت عندك مستند ضد حد، عندك ادانه لحد، اتفضل قولها، لكن يكون مستوى الحوار بهذا الشكل اعتقد على الاقل كابسط توصيف غير مقبول بالمره. اتقال ضمن الحاجات، ودي بقى الحاجات اللي هي غريبه جدا، الاخوان كل ما نتكلم اصله النادي الاهلي والاخوان، وكان الدوله بكل اجهزتها وبكل طوائفها مستنيه كلمه من واحد زي ده. يعني ما انا الحلقه اللي فاتت قلت لك دوله مصنف جهاز المخابرات فيها الاقوى، على من اقوى الاجهزه على مستوى العالم، مصر من حاجه في منتهى الخطوره، وجيشها بياخد معركه اي انسان عنده ذره دم لازم يساند فيها، ها مش يقعد يلوش، وشرطتها عماله كل يوم تقدم الضحايا، دول مش ما شافوش حاجه، ها وهو جاي ينبههم، شيء غريب جدا يعني. طيب لو عايز تعرف مين كان بيأيد الإخوان، ومين كان في صف الإخوان، ومين كان بيدافع الإخوان، مش اللبانة اللي بتتقال دلوقتي، لا ده الفيديو اللي جاي ده. سمعت إخوان المسلمين، فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الانجليز وضد في الحرب ال 56. عشان كده بقول للدكتور محمد مرسي، جمد قلبك، طلع قانون المظاهرات والاعتصامات. مفيش دوله بقى لها سنتين يا جماعه في اعتصام مظاهرات، وكل واحد زعلان من مراته راح موقف قطر. يا جماعه انتوا
بتسيبوا الكريسماس سيبوه يشتغل يا جماعه، انتوا بتسيبوا الكريسماس سيبوه يشتغل. اخطا ادي بقى من 4 سنين لما احط كرسي الصندوق احط واحد تاني، تعظيم سلام. انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين، ونائب عام كل شهر، ومش عارف وزير دفاع كل، ما ينفعش يا جماعه. رئيس موسى مظلومين، خالد الشاطر، حسن مالك والمرشد، كل ما حد يتكلم يقول لك ايه؟ يسكت يسكت يسكت، والراجل ما بيتكلمش. في كلام اوضح من كده؟ ايه؟ حضرتك وحضرتي اخوان. يعني في كلام اوضح من كده؟ في مسانده ومبايعه ومتابعه واكثر من كده واوضح من كده؟ ومع هذا اوكي، طبيعه المرحله. طبعا معانا يا استاذ ابراهيم العميد محمد مرجان، يبدو ان له تعليق فيما اتفضل يا محمد بيه. اتفضل يا كابتن عادل. معلش انا بس عذرا ومش هطول، بس على سريعا، لان كان في حضرتك بتقول الشخص ده عضو في النادي الاهلي، هو بيقول هذا كلام غير صحيح. ما هو بيقول كتير هذا الكلام غير صحيح، واحنا بنتم مراجعه السجلات الشؤون العضويه ولم يستدل على اي عضويه بهذا الاسم، ولو كان استدل على هذا العضويه بهذا الاسم كان تم اتخاذ كافه الاجراءات طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. النادي الاهلي يحترم اللوائح والقوانين، عشان خاطر بس من لا مهمه الملاحظه دي طبعا، لان كان في ناس عايزه تتقدم بطلب التحقيق مع عضو النادي، ولكن هذا الكلام كده قبل كده، هذا الكلام اداره النادي ومجلس الاداره مش منتظرين حد يتقدم، احنا بنتحرك في كل الاتجاهات. ولكن هذا الشخص ليس عضو في النادي الاهلي ولم يستدل له على اي بيانات عضويه في النادي. الجزء الثاني والاهم، هناك لو في زي ما حضرتك بتقول هدايا مجلس الاداره او القصه دي كلها، الكلام ده برضه في لوائح منظمه تم استقبال هذه الهدايا او هذه الساعات اللي هو برضه بيردد فيها للاداره التنفيذيه، وانا استلمتها بنفسي وتم تسليمها في المخازن عشان نقفل المواضيع دي. احنا كنا لسه هنوضح النقطه دي، ان الساعات المهداه موجوده في النادي الاهلي. النواب يا فندم دي في لوائح وقوانين بتنظم، مجلس النواب لو في هدايا واحده خارج بيتم تسليمها للامانه العامه في اي جهاز واي مؤسسه دوله، وفي هدايا بيتم تسليمها للامانه العامه. ده اللي حصل بالفعل في النادي الاهلي من المجلس الاعضاء مجلس الاداره، وتم تسليمهم خطاب رسمي اللي تم تسليمها للنادي الاهلي موقع من المدير التنفيذي لوائح ونظم تمام رمها في مؤسسه النادي الاهلي. تمام بس للتوضيح، وانا اسف للمداخله معلش. تمام. لا شكرا للعميد، شكرا للعميد محمد مرجان. وزي ما شفتوا الساعات اللي الراجل ده بيتكلم عليها موجوده بخطابات رسميه مودعه في النادي، وكل الجهات تقدر تتحقق منها، واللجنه الوزاريه اللي اتشكلت تاكدت من ده واثبتته في تقريرها، كما انه هو ليس عضوا في النادي. لكنه بمناسبه حته الاخوان، هو يعني حتى في 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 الكلام بيتغير بين يوم وليله. دلوقتي الإساءة إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجرحي، لأنه كتب على صفحته ما يرفض كواحد أهلاوي قبل ما يكون عضو مجلس إدارة، يرفض أن يساء إلى النادي الأهلي بهذا الشكل، أن يتهم النادي الأهلي بهذا الشكل، أن تلصق تهمة زي تلقي أموال من دولة أخرى للنادي الأهلي بهذا الشكل. فيكتب الأستاذ محمد الجرحي، محمد جمال الجرحي لأنه الاسم هنا يبان مهم، فينال ما منال، وينسى صاحب الكلام انه كان بيشكر جمال الجرحي لما كان بيتبرع لبناء مسجد في نادي الزمالك، وكان في كل مناسبه اللي ساهم في بناء الزمالك جمال الجرحي. انا مش انا اللي قلت ده، هو اللي قال. الحديد ده اللي احنا عملنا بيه الجزء الاولاني ولسه فاضل جزء، ده احمد ابو عشيمه والحاج جمال جرحي، انا برضو محامي الاثنين. محامي الاثنين، يعني انا محامي الاثنين، يعني بيتعامل معاهم يعني، وبيتلقى منهم تبرعات لنادي الزمالك. فيعني هي مواقف، والله اللي هو لا يتذكر اللي بيقوله، تلات ارباع الكلام مش هتقال. عشان كده احنا بنقيم الدليل بعظمه اللسان دون تدخل. حتى لما قال لعيبه الاهلي اصابات والاهلاويه بيشتكوا والسحر والشعوذه، لا الاهلي عمره اعتمد هذا الاسلوب
في التعامل حتى ولا في لا هي ممكن كلمه تتقال في من باب الدشه والدعابه لكن مش اليقين والقناعه. اليقين والقناعه والاعتماد والعقيده والاعتقاد في اللي انتوا هتسمعوه مش مننا، من احمد حسام ميدو بعد ما كان مدرب نادي الزمالك. استدعاني رئيس النادي واحنا كسبانين 4 ماتشات، رئيس النادي قبل مباراة سموحة ب 72 ساعة أنا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته وطلب منا طلب أنا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم. إيه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان معمول لهم عمل وهيتفك الأسبوع اللي جاي. لا 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 دي واحدة قول تاني زي ما بقول لك يا عم. لا قول تاني ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال. انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل وان الراجل بيفكر بهذا الشكل وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكوره وال 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 وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول ده مش موجود في الكوره. لان انت لما بتعمل كده يا عمرو بتخلي اللعيبه تركز في الموضوع ده. انا معمول لي عمل ده انا مش هجيب الجوانه انت فاهمني. فالموضوع برضو انت طلعت قلت ان ايه ان ميدو بيقول ان الزمالك كسب السحر والشعوذه. ما تتلعبش بالكلام انت وعيالك. انا ما قلتش ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه. اللي كان عندي الشجاعه ان انا اطلع اقول الزمالك كسب بطولاته كلها بعرق ولاده، لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر. في اوضح من كده يعني؟ في اوضح من كده الكلام؟ في والله لسه عندك اللي جاي اللي جاي. عايز اقول لك معلومه ثانيه يا سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. إذن لم يفز الزمالك بالبطوله، لكن فاز الشيخ اللي ما قالناش اسمه بعد ابو 7000. اما هو ابو 7000 في الماتش. ما هو اذا إيه كان الكلام ده حقيقي يبقى الشيخ ده اللي خد البطوله يعني. اذا كان حقيقي ده ميدو مدرب الفريق كان. لا يعني قال لك انا رفضت ركوب الشيخ معاه في الاتوبيس وعنده الصور. الحقيقه ميدو يعني مهما الناس زعلت منه، انا ساعات يعني انا مبسوط من جوانب في شخصيته، جوانب في شخصيته، وساعات بس كده ما يزنق على الاهلي شويه بيحصل. لكن هو بشكل عام لا سابق سنه كفكر، لا عنده ناضج. عنده طبعا وعنده جرأه ناضج وعنده فكر كويس قوي يعني، بصرف النظر ان ساعات بزعل تختلف وتتفق، لكن شخص ناضج لازم الواحد يديله حق. يعني هو بيقول الكلام ده وهو راجل بيعشق نادي الزمالك، وراجل ما حدش هيقول له انت بتقول كده ليه على نادي الزمالك. بالعكس هيفهموا انه بيعمل كده لمصلحه نادي الزمالك وهو قال كده. طيب ما يخص النادي الاهلي برضو، في كلام رئيس نادي الزمالك ضد رئيس النادي الاهلي، وانا اعتقد حضراتكم لا عمركم سمعتوا الكابتن الخطيب قال كلمه وحشه في حق حد، لا في حق رئيس الزمالك ولا رئيس اي نادي ولا اي حد تحديدا يعني. متربي يا ابني. صحيح متربي. عارفين يعني مش ممكن ابدا يقابل ده بكده، مش ممكن هذا الالتزام وهذا الحرص وهذا الوعي وهذا السلوك يقابل بهذه الاساءات، يواجه بهذه الاساءات. لكن عارف عزائنا ايه؟ انه يقدر النموذج الاخلاقي بتاع واحد زي الكابتن محمود الخطيب من قبل ناس تربويين مش رياضيين حتى تربويين. والاقي احدى الادارات التعليميه في محافظه البحيره الامتحان بتاع الاعداديه قطعه النحو فيها
عن أخلاق محمود الخطيب، تاني قطعة النحو فيها عن أخلاق محمود الخطيب، بيقول لهم أيها الشباب لتكن حياتك محبة خالصة، أيها الشاب لتكن حياتك محبة خالصة لأهل الفضل أولي الأخلاق الكريمة، ليمكنك في مسيرة حياتك منافسة النابغين، وهذا يتطلب منك التأسي بالقدوة الصالحة، ومن هؤلاء الذين سطروا تاريخهم في عالم الرياضة بأحرف من نور محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم، وقد حسن الرجل خلقا وازدان موهبة، وأي شباب يسير على الطريق القويم فنعم شبابا هم. شوف بقى معلش هصلح تصحيح صغير. هو السؤال مش على محمود شوارب الشوارب زي ما يكون بيتحداني، بيقول لي طب اعرب ما تحته خط، عايز يغشش الطلب. طب هات لي القطعه يا شوارب، هات القطعه يا شوارب. بعد التعليق بس اللي هقول يعني هو ده مش موضوع عن الخطيب، انما هو موضوع بمناسبه هذا نموذج، يعني هو اداه نموذج يتاسى به، تأسى أيها الشاب تأسى بأصحاب الخلق والنوابغ حتى مهما كانوا قيمتهم في مجتمعهم، زي محمود الخطيب كده يعني بيديله النموذج الأخلاقي. اعرف ما تحته خط بقى. قالك ليمكنك في مسيرة حياتك منافسة الناغبين، وعايز يعرف منافسة هي فاعل مرفوع بالضم، وهذا يتطلب منك التأسي بالقدوة الصالحة، ومن هؤلاء الذين سطروا تاريخهم في عالم الرياضة بأحرف من نور محمود، عايز يعرف محمود مبتدا مؤخر مرفوع بالضم، أسطورة كرة القدم، وقد حسن الرجل خلقا، ده تمييز منصوب، وأي شباب ده مضاف إليه. اللي مش مصدق يسأل. تمام يا شوارب. اللي مش مصدق أستاذ إبراهيم يروح يسأل بقى. لا ما حدش يقدر يوقع غلطة، لا ما حدش يقدر يوقع غلطة. بص يا شوارب الحقيقة ما هو الكلام الحقيقي هو اللي بيطلع، مش حتى من هذا المعلم التربوي، ده طلع من رئيس نادي الزمالك نفسه. تصدق؟ ممكن رئيس نادي الزمالك والله نفسه ممكن كل في ظرف سابق، بدون ما يعني يبقى فيه الدوشه ديت، ويبقى ما يبقى فيه حد تاني موجود في المشهد، حد تاني موجود في المشهد، كان رايه في الكابتن الخطيب ايه؟ نفكركم مجموعة أخرى من الصور على سؤال آخر. هذا هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، نبتدي بأول شخصيتين، حسن شحاتة ومحمود الخطيب، تختار مين؟ محمود الخطيب وفاروق جعفر. محمود الخطيب كمان. محمود الخطيب اتنينيتهم زملكاوية ها؟ لا ماشي، ما أنت ما قال عليها، ما عنديش طيب مشكلة. أوكي، مع محمود الخطيب صالح سليم. محمود الخطيب برضه طيب طبعا. صالح سليم طبعا، لكن محمود الخطيب قعد في ملاعب اكتر من صالح. طيب ابراهيم يوسف ومحمود الخطيب. الله يرحمه ابراهيم محمود الخطيب. محمود الخطيب ده كان حدوته. عصام الحضري. محمود الخطيب عصام بقى هنخش في جامايكا، هو حتى اولاده قعدوا له جامايكا دلوقتي. محمود الخطيب طبعا. طيب حسام حسن والخطيب. محمود الخطيب أسطورة لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الآخر. تمام، بعد عنا ثلاث أسماء. هاني رمزي. محمود الخطيب. خلاص نقفلها. أسطورة لن تتكرر، لن ولم تتكرر. سؤال أخير، محمد أبو تريكة. خلاص إذن مين محمد أبو تريكة؟ محمود الخطيب يا جماعة. إذن محمود الخطيب ده كان فنان. لا بصي، أخلاق وفنان ولاعب موهوب وربنا مديله، وكرة تيجي في دماغ جون، وتيجي في صابع رجله جون، وتيجي مش عارف في كتفه جون. لا حاجة، محمود الخطيب ده حدوتة. محترمي طبعا لحسن شحاتة وفاروق جعفر وابراهيم يوسف، طبعا أقرب إلى قلبي عشان زملكاوي، لكن أنا ما أعرفش. وطبعا صالح سليم أسطورة في الإدارة، مش في الكورة، في الإدارة. محمود الخطيب أخلاق وذوق وأسطورة لم ولن تتكرر. يعني ربنا يهدي. هذه دعوة من القلب، قالها كابتن عبد العزيز وعبد الشافي، وهو استجاب لها على نفس الحلقة، وربنا يهدي بإذن الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف تاني كلام يحرج. We'll be right back.
طالما ان احنا بنتكلم على الصح والغلط والاحترام، لا يمكن ان نتجاهل نموذج سيتوقف التاريخ امامه كثيرا، مش لانه لعيب بقى كوره كويس، لانه انسان غني قوي قوي قوي، غني بذاته، غني بنفسه، غني بقناعاته، غني لدرجه انه يضحي بالاموال علشان معشوقه حبيبه يدي البرهان الذي يعني ادهش الجميع داخل وخارج مصر. حسين الشحات اللي تم التهكم على اسمه علشان مش فاهم، واحد جه النادي الاهلي ايه مزعلك في كده؟ مزعلك انك كنت عايزه، لكن انت بتقول ده ما يسواش بصل. يا سيدي الحمد لله انه ما جالكش. اشترينا البصل. اشترينا البصله ومشبعانه وفرحانين بيها قوي، احسن من ديك رومي وبصله المحب خروف. وبصله المحب خروف وكل اللي انت عايز تقوله. ايه اللي خلاك تهاجم حسين الشحات ده؟ انا مش فاهم. هذا رجل ضحى باموال اعلى منها كثيره، ما يقترب من 750 الف دولار اسهاما منه في نجاح صفقه انتقاله النادي الاهلي. والاعظم من كده، وعلى يدي وعلى يد الناس اللي كانت اتكلمت معاه، لما بيسالوه طلباتك ايه، تصور انه هيبتدي يقول طلبات بقى يعوض بيها اللي ضحى بيه. ايه ده بيه؟ هات العود امضيها على بياض زي زمايلي، عشان برضو الناس تبقى فاهمه هو ده هيعمل مشكله وابتدوا يقولوها وفتنه. لا، بقول لك ده هياخد ضعف اللعيبه كلها. زي زمايلي قال كده، واي حاجه هيدهاني النادي الاهلي انا راضي بيها، وراضي اقعد على الدكه يا سيدي، والدقائق اللي هلعبها هبقى سعيد بيها. يعمل في شفتوا نموذج زي كده؟ ابن الاصول. هو ده ابن الاصول. انا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كلمه ابن الاصول، لانه فيه ناس اثرياء جدا ربنا موسع عليهم وربنا يرزقهم ويزيدهم، وعندهم من ورا النادي الاهلي ومن ورا انتمائهم للاهلي ومن ورا لعبهم للاهلي ربنا يكرمهم ويزيدهم. محدش ضحى قد اللي ضحاه هذا المصري البسيط. بس عشان ما نسمعش نغمه ابن النادي واحنا ياما عرقنا في الفانيلا، انت ياما خدت عشان تبقى الامور متعادله ومتكافئه. لا تمنوا على الاهلي بحاجه، لكن في نفس الوقت هذا الشاب لما الاقي احد البرامج جايب له صوره لحياته البسيطه وهو لاعب في الشارع للدخان قبل ما ينتقل، على سبيل المعايره الاجتماعيه السيئه جدا، ومش عايز اقول لفظ أسوأ من كده، لانه ده أسوأ حاجه ممكن اي حد ينحدر ليه اخلاقيا، انه يعاير مواطن بسيط شريف، يعايره بفقر وكانه هو اتولد في بقه معلقه ذهب. هو في فقر ايه ده؟ واحد بيسيب واحد عنده من غنى الاخلاق وغنى النفس وغنى الانتماء وغنى الحب انه يسيب 750 الف دولار عشان يلعب للنادي الاهلي. انت مالك؟ انت مالك تقول لي اصل ده شحات، وده حتى اسمه شحات، وده اسمه ايه، وبعد كده يعرضوا له عشان يرضوه صوره بسيطه ليه وكانه بيعايره. لا، نجيب صوركم بقى لو هي يعني هننزل لهذا المنحدر ما يصحش. لكن الحقيقة بقى ربما نكون احنا بنجمل صورة حسين الشحات لانه جاي للنادي الاهلي. طب ما نشوف الناس اللي سابهم حسين الشحات، اللي رفض الاستمرار في كل نعيم الخليج، اللي ساب كل دولارات العين الاماراتي بكل الحال في قمة التألق والتوهج، ويلعب بعد أن لعب نهائي كأس العالم، نهائي كأس العالم للأندية، ويساهم بنصيب الأسد في وصول ناديه العين إلى هذه المكانة، ويعلم وأنا بقول لك القضية ما كانتش صعوبة المفاوضات في هياخدوا كام، إنهم أصلا مش عايزين يسيبوه. صحيح، أصلا مش عايزين يسيبوه. ده كلام ممكن المهندس عادل يكون بيجمل بيه الصورة، وإحنا بنقارنه بين تمسكه وتضحياته بناس تانية جريت وسابت الأهلي وتضمنت مع الإساءات للأهلي وحاجات كتيرة قوي. نماذج للمقارنة لما تذكر نشيل حسين الشحات ده فوق راسنا أخلاقيا، ونحترمه طول العمر، ونقول لكل الشباب المصري ده بني آدم بيقدم
نموذج حقيقي للقناعة والرضا والحب والانتماء، حقيقي مش متجرة. ألاقي الرئيس نادي العين بعد ما حسين سابهم وبعد ما رفض يستمر رغم النعيم اللي فيه نادي كبير زي العين، ألاقي الأستاذ غانم الهجري رئيس نادي العين الإماراتي بعد حسين ما قادوا لنهائي كأس العالم للأندية كاتب تويتة شايفينها حضراتكم، قال: جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال المفاوضات مع الأهلي المصري عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية، خصوصا عندما أكد، بصوا الراجل ده الإماراتي بيقول على الإنسان المصري ابن الأصول، رئيس نادي اللي سابه اللي قال له اقعد وهنديك، اقعد وهنزودك، اقعد وهنعلي العقد، اقعد واحنا خالص انا عايز الاهلي، قال لك جسد كل معاني العشق والوفاء والانتماء. بيقول الاستاذ غانم الهجري: خصوصا عندما اكد ان المال ليس من اولوياته، ايوه خالص، بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الاطراف. وقال الاستاذ الهجري رئيس نادي العين: جميع الاطراف حققت المكاسب المرجوه من اكمال صفقه انتقال الشحات من العين الى الاهلي. المكاسب التي حققتها صفقه انتقال حسين الشحات لم تقتصر على عائدات ماليه للنادي الذي يعتمد سياسه التوازن مع الرؤيه الفنيه للمدرب، والذي اكد ان الخيارات المتاحه ليست باقل إن لم تكن افضل، واتساقا مع ذلك فعلنا مبدا الاستثمار الرياضي لانه لا سقف لطموحات الزعيم في كل موسم. ووجه رئيس العين التهنئه للاهلي المصري وحسين الشحات على الصفقه وكل الامنيات الصادقه للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح ولتحقيق الطموحات الكبيره واسعاد جماهير الاهلي الوفيه. ده رئيس نادي العين اللي الراجل قال لملايين دولاراتهم شكرا جزيلا، عايز الاهلي. لو تمعنت في الالفاظ والجمل والمعاني اللي تضمنتها التغريده او التعليق، توقف هو امام نموذج نادر غير مسبوق في الوفاء. اشار الى ان دوره ووفاءه وتمسكه بالاهلي كان احد اسباب نجاح الصفقه، اشار الى ان الجميع خرج كسبان، وده مبدا يحرص عليه الاهلي، وين وين، محدش بيغلب التاني. اشار الى انه بيدي دروس، هذا النموذج يدي دروس للغير، جعلته يتمنى له التوفيق في ناديه الجديد بما يحقق طموحات جماهير الاهلي الوفيه. يعني هو شاعر بتعاطف مع خطوه حسين الشحات وقلق ايضا لحجم التوقع وحجم الترقب وحجم الاماني المعلقه في رقبه هذا اللاعب الذي نتمنى له كل الخير اليوم وغدا وبعد غد. حسين الشحات يحكي التعاقد مع الاهلي مضيت في الشارع، لانه حتى مش محتاج يقعد على مكان عشان يترسم ولا يتمنظر، اختار الحب والانتماء. انت مضيت مين انت مضيت في الشارع؟ انا مضيت كتير. لا مضيت مع الاهلي في الشارع. مضيت نادي العهد الثلاثي مع نادي الاهلي في الشارع. يعني انا محمد بيقول لي كنت واقف عادي بالشبشب وواقف بالترنج عادي، حسين خدنا وما قالناش، كان واقف تحت البيت ما قالناش احنا رايحين فين، ورحنا الشارع ومضينا في الشارع. لا المشكله انا قاعد في يعني بيني وبين والدتي 5 دقائق او 10 دقائق بالعربيه. فطبعا اول ما بنزل يعني بنزل لازم اروح اعدي على والدتي الاول اسلم عليها وابوسها واقول لها ادعي لي. فبعد ما بسيب زوجتي طبعا وبخليها تدعي لي هي واولادي، بروح لوالدتي اخليها تدعي لي واقول لها انا رايح مثلا مشوار امي مهم ادعي لي وكده. فامبارح اخويا كان واقف هو واحد صاحبي في الشارع بالشبشب وبترنج عادي هما الاثنين. فقبل ما اطلع قلت لهم حضروا نفسكم زي ما انتم كده هتيجوا معايا مشوار. فقالوا لي فين فين، قلت لهم مالكوش دعوه. طلعت لوالدتي سلمت عليها وسطها ونزلت قلت لهم يلا يا جماعه اركبوا. قالوا لي فين، قلت لهم يلا بس اركبوا. ما كانش يعرفوا اي حاجه. وخدتهم قالوا لي طب هنمشي فين، قلت لهم امشوا طريق نادي الاهلي. فقالوا لي هنروح نعمل ايه، قلت لهم بس امشوا هناك بس مش هتدخلوا النادي، قلت لهم امشوا الطريق ده بس. وصلنا هناك قالوا لي طب في ايه في ايه، قلت لهم مستني بس حاجه كده. وبعد كده اتصلت
اسمه احمد مرجان وجاب العقد الثلاثي هو دكتور خالد ومدة العقد في الشارع كل حاجة كانت خلصت. ده معناه ايه؟ بص النادي الاهلي عميد محمد مرجان طلع له العقد مضى. طبعا هو مش عايز يخش النادي الاهلي عشان ما يعملش دربكة. لكن الفكرة كلها هو مش منتظر شيء، مش بيساوم، مش فارقه معاه يقعد مع حد ويبتدي يتفاوض ولا اقعد مع وكيلي. انا ما اعرفش لحد النهارده مين وكيله حد. هو يعني محمد اخوه، لا يعني هو ما قالش كلمه فلان عشان يرفع حد، مش محتاج هو وساطه، لا عشان يرفع نفسه الحرج. ممكن يقول كلمه فلان، ما عملش كده. يعني ما شفناش حد جه قال فين عمولتي من حسين، ودي كانت هتبقى مشكله كبيره جدا ساعتها. فطبعا انا غيران منه، غيران من سلامه الطويه، انسان اللي على سجيته نقي جدا. ايه غنى النفس ده؟ ايه الهدوء ده؟ بيروح لوالدته لازم يبوس ايدها ويقول لها ادعي لي حاجه. ربنا يا رب يا رب يكرم هذا اللاعب بقدر ما يستحق وبقدر ما يستحق النادي الاهلي. يا جماعه احنا مش بنتكلم على لعيب كوره دلوقتي، عشان برضو الناس اللي هتقول اشمعنى ده اللي مدين له كل هذه المساحه. احنا بنتكلم على بني ادم، انسان، نموذج انساني نحتاجه زيه وزي اللي غيره علشان المجتمع فعلا يشوف نقطه مضيئه في وسط العتمه اللي احنا عايشينها من عشوائيه التصرفات والسلوكيات. يجي لك حاجة كده نقية، نقية جدا، بنتوقف أمامها إنسانيا يا أستاذ إبراهيم. وعلشان اللي افتكروا وهم بيعرضوا صور لمرحلة حسين الشحات في طفولته وفي بداية شبابه قبل ما يبقى بهذه القيمة اللي هم كانوا يتمنوها، كانوا يتمنوا قبل كده إنه يقول لهم أوكي حاضر موافق، وهتشوفوا ده دلوقتي. لازم أن يعرفوا قد ايه هذا الانسان ابن الاصول، وهو بيفتكر الايام الصعبه في حياته بيبكي على الهواء. اوقات كتير عشان ما تزفش عليك، انا دي ما قلتهاش، اوقات كتير كنت بنام من غير اكل. نام من غير اكل؟ كانش بيبقى معايا فلوس. انت بتفضفض مع مين؟ كنت بدعي ربنا، تفضل مع ربنا. بتقول ايه؟ كنت بقول يا رب انت العالم، انت العالم بيا، وانت انا عارف ان انت هتقف جنبي. حب الناس عوضك عن كل اللي انت شفته؟ موضوع حب الناس هو اللي موصلني ده كله. حب الناس عوضنا عن حاجات كتير. ضاع والدتي ليا واهلي واخواتي وزوجتي واولادي واصحابي الناس كلها اللي بتدعي لي من ورا ظهري. يعني تقول لهم ايه دلوقتي؟ تقول لوالدتك ايه دلوقتي؟ والله شكرا اللي انت عملتيه معايا، مش عارف اقول لك ايه. يعني انا لو قعدت خدام طول عمري تحت رجليكي ربنا، يعني مش عارف، اتمنى انت تفضلي راضيه عني، انت تفضل تدعي لي انت واخواتي واهلي وزوجتي. انا طبعا زعلت والدتي كتير، مش هقول لك ما زعلتش، وزوجتي زعلتها كتير، واخواتي زعلتهم كتير، واصحابي بقول لهم ما تزعلوش مني كلكم، وانا بحبكم والله العظيم، وبفتكر اللي انت والدتي، اللي انت تعبتي واللي انت اشتغلتي عشان تديني فلوس عشان خاطر تجيبي لي حاجات كتير انا نفسي احققها، وجزمة الكوره اللي كنت بجيبها من توحيد النور ب 78 جنيه كنت بتعملي حاجات كتير عشان تجيبها لي. بشكرك جدا، وبشكرها على اللي هي استحملتني كتير
زوجتي نفس الكلام، مشكوره طبعا على هي استحملتني كتير كمان في حاجه كتير، ان هي باعت الذهب بتاعها بعد الجواز بتاعنا بفتره عشان خاطر كنت بلعب بفلوس قليله، وراحت باعتهم من غير ما تقول لي عشان خاطر برضو ما دي حقها، راحت باعتهم من غير ما تقول لي وجت قالت لي خد الفلوس دي. دي زوجتك؟ اه. برضو لازم اديها حقها زي ما بدي والدتي، لازم ادي كل واحد حقه. طبعا. باعت الذهب بعد الجواز بعد ما انا كنت جايبه لها قالت لي خد خليه معاك، احنا كده كده واحد، انا هعمل ايه بالذهب يعني؟ انت كده كده هتجيب لي وهتجيب لي احسن منه. فاخدت الفلوس وكانت معانا وكنا بنصرف منها. ده انت هتعمل لك كتاب يا ابني. والله العظيم لو في حاجه. الفقره اللي فاتت دي بتوريك البيئه التي اثرت في حسين وكونت شخصيته. واضح انها بيئه نقيه كلها سليمه كلها كلها بتضحي عشان بعضها. يعني شوف النماذج اللي شكرها كلها نماذج في لحظات محتاجه كل الامكانيات كانت بتبدي غيرها وكانت بتضحي عشان غيرها. فالمنتج لازم يكون كده، لازم يكون حسين الشحات. ويجوز ربنا كرم البني ادم ده عشان كل ما حكاه وكل ما عناه. ده هو كمان قال انه كان بيشتغل يعني. انا هقول لك على حاجه على حته بيشتغل، فكرني بنموذج البرازيليين، لانه كل موهوب البرازيل من عظماء الكوره هتلاقيهم اشتغلوا حاجات كتيره قوي، لانه مجتمع فقير زينا برضه، مجتمع فقير ماديا لكنه ثري اخلاقيا. كان مسح احذيه، مسح احذيه. روبرتو كارلوس البرازيل الداهيه الكبير قال انا كنت بعمل اشيل جردل الحاجه الساعه في مدرجات الكوره عشان اكسب طوال المباراه دولار او ما يساوي دولار. بقول نفس الازازه اللي انا كنت ببيعها في الجردل وانا شايلها على كتافي الف في المدرجات بين الجماهير، رجعت اعمل اعلان لنفس الحاجه الساعه بخمسة مليون دولار مع انها نفس السلعه. شوف شال على كتفه الجردل ولف المدرجات قد ايه عشان يومه كله يصفي دولار. الكوره اديته اللي خلته يعمل اعلان لمده دقيقه بخمسة مليون دولار عن نفس السلعه. كمان حسين الشحات كان بيلم كور ويشتغل في الالوميتال عشان يقول لنعيم الخليج المقيم شكرا انا حابب الاهلي. نشوف. هقول لك اشتغلت ايه بالظبط. يمكن المعلومه دي انت اول واحد تعرفها. ما تضحكش عليا. لا ما انا هقول لك، هقول لك كل الشغلانات اللي اشتغلتها. طيب. بالظبط اشتغلت، كنت بدرس واشتغلت مع صحابي في الالوميتال. الالوميتال؟ كنت بشيل الالوميتال في شركه. تشيل ولا تركب؟ بشيل الاثنين بس. ما ركبتش كده عشان ما اكذبش عليك، كنت بشيل. لان ما يعني ما اتعلمتش فيها قوي. لاني طبعا كان عندي تمارين وكان عندي دراسه، فكنت بروح وبستاذن وبروح الدراسه وارجع الشغل. يعني ما دخلتش ان انت تاخد صنعه؟ لا مش ما دخلتش، لا ما كانش فيه وقت كتير لاني في اوقات كتير كنت بستاذن. فما كانش فيه كتير يعني. ما من الورشه. ورشه الموتيل. الورشه وكانت شركه. حسين الشحات اشتغل في ورشه الموتيل. ده دي حاجه لسه. ده دي حاجه لسه. ايه الكفاح ده؟ واشتغلت حاجه تانية يمكن او انت اول حد يعرفها. اشتغلت في مدرسه كوره، كنت بلم كور. بتلم ايه؟ كور. بتلم كور؟ بتاعت الاطفال. مدرسه مش بلم كور، لا يعني بشيل الكور بشيل القماعه وبوديها واجي. لا والله. حسين الشحات المصري ابن الاصول الطيبين المحترمين الانقياء جدا، اللي بيوجه هذه الرساله لكل هؤلاء المتجاوزين اخلاقيا. بيقول لهم لا، مصر بخير بجد، الطين المصري ده بخير بجد، الغنى غنى النفس. بعد ما ابرم تعاقداته نشوفه وجه الشكر لمين. تقول لي كابتن محمود الخطيب. والله كابتن يعني شكرا لحضرتك جدا، ومكالمه حضرتك ليا دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وربنا يخليك وان شاء الله اعمل حاجه كويسه وان شاء الله اقدر اكون عندي حسن الظن ان شاء الله.
طيب هل حسين الشحات ده كان مطمع في الاهلي بس؟ يعني اللعيب عادي في نظر البعض بيهاجموه، ايه مين ده ويسوى ايه ويعمل ايه؟ ما فكرناش فيه. يا ترى ما فكروش فيه؟ ما نشوف. لا يفتى وكابتن فاروق جعفر يتكلم. احنا السنه اللي فاتت كاداره كوره من الاسامي اللي كنا مرشحينها يمكن كان تاني اسم حسين الشحات. وحسين الشحات كان في الفتره دي بيلعب باك رايت، ما بيلعبش في نص الملعب، هو طبعا هو داس في كل الملعب. فاتكلمت مع المستشار مرتضى ان احنا نجيب حسين. بدانا فتحنا بقى مع محمد بيه عبد السلام رئيس النادي، وهو الحسم الموضوع ده حسين. ان في اما بدانا نتكلم معاه راح قال حاجه مقنعه وحاجه محترمه، قال انا اهلاوي. خلاص ما ينفعش، يعني ان امنيته انه يروح النادي الاهلي، عبر عن الهويه بتاعته وعبر عن ان هو يعني عايز يروح المكان ده. فطبعا ما كملناش بقى. كابتن فاروق بكل الوضوح ان هو في لجنه الكره في نادي الزمالك كان رقم 2 في الكشف اللي عايزين يضموه حسين الشحات، وكلموه قال لهم انا اهلاوي ومش هروح الا الاهلي. وبعدين شوف بقى كابتن فاروق قال جمله، يعني هو شايفه لعيبه ازاي؟ قال لك لعيب داس في كل الملعب. ايوه دي تقييم فني، بيلعب لك في اي حته في الملعب. دي نقطه مهمه جدا، يعني هو يستطيع ان يكون حل في معظم مراكز الفريق والملعب. جوكر. طبعا لا جوكر بمعنى جوكر يعني. عشان كده الحقيقه حتى من ضمن الحوارات المهمه جدا اللي استوقفتني الحوار اللي كان عامله في مجله الاهلي العدد اللي نزل النهارده، حوار مهم جدا قال فيه ان انا يعني حققت اغلى حلم في حياتي، وانا ما كنتش استوعب كلمه ان يقول ان انا اللعب للاهلي عندي بكنوز الدنيا. فعلا كل الاغراء اللي خده من الخليج علشان يفضل موجود في العين الاماراتي هي كنوز. كنوز كبيره لشاب كان بيبكي لما كان بينام من غير عشاء، وبيقول لك والدتي كانت بتجيب لي جزمه الكوره مش عارف منين، ومراتي باعت الذهب، واتزنقت في حياتي واشتغلت في الالوميتال، ويسافر الخليج ويلعب في العين ويتالق ويتوهج ويقول لهم لا عايز الاهلي. في نموذج مصري انقى واجمل من كده؟ الحقيقه استحق مننا في مجله الاهلي كل الاشاده وكل التحيه وكل الترحيب هو وكل زمايله الصفقات الجديده. الا انا عايز بمناسبتها اشير لجزئيه سريعه اخيره. لما كتبت في المقاله عين الحسود فيها عود بل الف عود ايها الفاجر، وكان ده عنوان المقاله وموجود على غلاف المجله، البعض اعتقد ان احنا بتكلم على موضوع الشعوذه وان الاهلي بيشتغل بالسحر، او ان انا بقول لحد بعينه ان هو فاجر. انا هقول لكم سريعا جدا يا باشمهندس ما ورد في المقاله بالجزئيه ديت. روح جديده دبت في الاهلي، عمل كبير وعملاق وطموحات تتعاظم وصفقات قويه غير مسبوقه لتدعيم صفوف الفريق الكروي، ودروس كبيره وعظيمه ومعان اخرى اعظم يقدمها بعض اللاعبين الجدد في التمسك بالاهلي والقتال من اجل نيل شرف الانتماء له. اللهم لا اعتراض، عين الحسود فيها عود بل الف عود يا ايها الحاسد الفاجر. هنا لا في شخص ولا حد بعينه، الحاسد بعينه. على كل عين تحسد نماذج مصريه رائعه مبدعه. كنا نتمنى دهمنا الوقت للأسف. دهمنا، وكنا نتمنى نستعرض بعض الاراء وخصوصا الكاتب الكبير الاستاذ حسن بستكاوي، ولكن ربما في وقت اخر. فعلا كان محتوى كتير، كنا نتمنى ان الوقت يتسع لاستيعابه، خاصه والاهلي مقبل على مباراه مهمه جدا نتمنى له فيها التوفيق باذن الله مساء السبت في برج العرب مع فيتا كلوب في بدايه دور المجموعات، ايضا مباراه السموحه اللي سجل بيها الاهلي رقم قياسي تاريخي، 1000 مباراه فوز للاهلي. الاهلي في تاريخ بطولته المفضله للدوري حقق الفوز رقم 1000. اتقال للاهلي مبروك في الدوري 1000 مره. كنا نتمنى ان احنا نستعرض اخر قبل ما تقفل. تويته جايه من الاستاذ عبد الوهاب توفيق في السعوديه. النبي تهمسه في اذن حسين الشحات وزمايله.
يعني يتحصنوا بالمعوذات والمزيد من القرآن إن شاء الله. وقاكم الله شر عين الحسود اللي فيها عود بل ألف عود تاني. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.